الاستاديو اكتيفي لا كام ديالو حيت ما اكتيفياش، السي احمد يدز اكتيفي اوكي، هذا. غير نتسناو بعدا دابا. احنا دابا غادي في اوكي اللايف اوكي سي ابراهيم. اوكي ها هو دابا شكرا. اللايف سي ابراهيم. اوكي، ديزاكتيفي الكاميرا ديال السي احمد. شكرا وي استاذ عبد وي القادر، عافاك بارطاجي الميكرو ديالك ولا اكتيفي الكام باش ما فهمتش انا، ما فهمتش شنو تقصد. غير ملي غتبدا ان شاء الله شغل الكاميرا ديالك، ولا غتبارطاجي ليكرون عندي كامل لا ما الحريه، لان دابا راه اللايف، حنا في اللايف دابا لا باش صافي انا مزيان، احنا دابا اونلاين. نعم نعم شكرا سي عبد نعم القادر الخضيري، شكرا للاخوه الطلبه الباحثين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدورة التكوينية التي ينظمها مركز الواحة للدراسات والأبحاث والتنمية في إطار الأنشطة العلمية التي ذهب عليها منذ أن أنشئ هذا المركز. إذن فاليوم نستضيف أستاذ العلوم القانونية بجامعة بن زهر كلية القانون، الأستاذ عبد القادر الخضيري، سوف يتحدث لنا في هذا أو في هذه المحاضرة عن كل ما يتعلق بالجانب النظري، الإشكالية، الفرضيات، الأسئلة إلى غير ذلك، كيف يتم طرحها وكيف يبتدئ الباحث أو الخطوات الأولية التي يبتدئ بها الباحث في سواء في سلك الدكتوراه او في سلك الماستر. اذا الاستاذ عبد القادر الخضيري سوف نعطي له الكلمه، بعد ذلك سوف نفتح باب المداخلات للاخوه الطلبه الباحثين المشاركين معنا سواء عبر المنصه او كذلك عبر صفحتنا في الفيسبوك. سوف نجمع التساؤلات التي اتت في الفيسبوك وسوف نطرحها على الاستاذ المحاضر ليجيب عنها، وكذلك فيما يتعلق بالاخوه الباحثين المشاركين معنا فقط يكفي رفع اليد من اجل ان نعطي لهم التدخل، ثم يبدو بمداخلته سواء كانت اسئله او الى غير ذلك. اذا المحاضرة سوف تنطلق وأعطي الكلمة للأستاذ عبد القادر القادري، مشكورا، تفضل السيد. السلام عليكم، شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، شكرا جميع الإخوة الأعضاء في المركز المنظم لهذا التأطير المنهجي والإبستيمولوجي للطلبة الباحثين في الدكتوراه. شكرا لجميع الإخوة الطلبة الحاضرين معنا سواء على المنصة أو عبر صفحة الفيسبوك. إذا قبل الانطلاق في مناقشة العناصر الأساسية في الموضوع، أولا نبغي نتفق على الوقت السي إبراهيم، يعني الزمن المخصص للمحاضرة. سي إبراهيم، طيب إذا قبل الانطلاق، ولن بالنسبة لي أنا أميل أكثر للعلوم السياسية أكثر من العلوم القانونية، فقط التصحيح أغلب المواد التي أدرسها هي في العلوم السياسية. أريد أن أشير إلى فكرة أساسية ومهمة، أنه في هذه الفترة، فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ، نظمت الكثير أو العديد من البنيات البحثية، سواء كانت مختبرات بحث أو فرق بحث أو مراكز على شكل جمعيات، نظمت الكثير من المحاضرات ومن اللقاءات حول سؤال منهجية، حول
كل ما يتعلق بالبحث في الدكتوراه وغير الدكتوراه. وبالتالي من المهم أن نستفيد من هذه المحاضرات، وسأحاول ألا أعيد ما طرح في الكثير من هذه المحاضرات وهي متوفرة وموجودة. من بين أهم هذه المحاضرات على الأقل تلك التي نظمناها في إطار فريق البحث، الفعل العمومي الترابي التحولات الاجتماعية ورهانات الحكامة، وخصوصا يعني المحاضرات قيمة ومتميزة جدا لمتخصصين هم أكثر تخصصا مني في موضوع المنهج وموضوع الإبستيمولوجيا، وهم بالأساس الأستاذ سعيد بنيس في محاضرته حول المقاربة الكيفية في العلوم الاجتماعية، وبسط فيها كل مسار، بسط سياسة البحث وبسط مسار البحث وبسط كل مراحل ومحطات البحث يمكنكم الرجوع إليها. ويصعب أن أقدم شيئا أكبر مما قدمه الأستاذ سعيد بنيس في هذه النقطة. كذلك محاضرة الأستاذ محمد قادري وهي أكثر من محاضرة، يعني على الأقل محاضرتان أساسيتان. المحاضرة الأولى كانت حول المقاربة الكمية وهي مكملة لمحاضرة الأستاذ سعيد بنيس، المقاربة الكمية في بحوث الدكتوراه، يعني في بحوث الدكتوراه كذلك، وكانت مهمة جدا لأنه ركز فيها على أهمية تحديد المفهوم وتحديد والانتقال يعني من المفهوم إلى المتغير، وتمييز بين أنواع المتغيرات واستخراج يعني المؤشرات من المتغيرات، ومن ثم يعني تحديد العينات إلى غير ذلك. فبسط كذلك كل ما يحتاجه الطلبة، ويمكنكم الرجوع كذلك إلى هذه المحاضرة. المحاضرة الثالثة كانت للأستاذ محمد مساعدي، وهي الأخرى ركزت على عنصر أساسي ومهم جداً، وهو أنه ميز بين مدرستين كبيرتين أو تيارين كبيرين في مناهج العلوم الاجتماعية، وينبغي للطالب أن يستوعب هذين التيارين، التيار الكلي الهوليست والتيار الفرداني، يعني المنهجية الفردانية والمنهجية الكلية، وفصل في مسار تشكل هاتين المدرستين وكيف يمكن إعمالهما يعني في بحوث الدكتوراه، وكيف بالطالب أن يختار مسار بينهما، بل قدم في الأخير تيار ثالث الذي ظهر ابتداء من ستينات القرن العشرين، وهو تيار يحاول أن يقوم على التفاعلية، تيار تفاعلية بكل أبعادها، التفاعلية الاجتماعية، التفاعلية الرمزية، وهو تيار حاول أن يجمع ما بين أهمية التركيز على البنية ودون إغفال عناصر البنية، أو أهمية التركيز على المجتمع دون إغفال أهمية الفرد إلى غير ذلك، بمعنى أنه ركز على العلاقات التفاعلية التي تحصل ما بين الذات ومحيطها، ما بين الفرد والجماعة، ما بين البنية وعناصر البنية، وبيّن بما فيه الكفاية. وهذه المحاضرات الثلاثة تهم كل الباحثين في العلوم الاجتماعية كيفما كانت، يعني هذا الحقل المعرفي، الجغرافيا، التاريخ، علم السياسة، علم الاجتماع، علم النفس، علم النفس الاجتماعي، إلى غير ذلك من العلوم الاجتماعية. معنى أن هذه المحاضرة الثلاثة هي مهمة جدا، يمكن أن ترجعوا إليها. كذلك حاولت في إحدى المحاضرات التي قدمتها يعني في إطار مجموعة من التكوينات في الماستر في كلية الحقوق في أكادير، يعني الماستر القانون الدستوري وعلم السياسة، ماستر الحكامة، وماستر التحليل وتقييم السياسات العمومية، حاولت أن أقدم شيئا يعني بسيطا يعني تطبيقيا مع الاستفادة من المحاضرات التي قدمها الأساتذة. إذن لا نريد أن نعيد ما 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 قدمه الأساتذة، إن المهم هو أن نضيف شيئا آخر. كل المحاضرات متوفرة على الفيسبوك،
متوفرة على اليوتيوب. إذا لا داعي أن نعيد كل ما قيل. وهناك الكثير من المحاضرات التي قدمت في الكثير من الكليات في فرق البحث وفي مختبر. إذن هذه إشارات مهمة لابد من أن نشير إليها. كذلك سأحاول أن أختصر لكي أترك وقت آخر للأسئلة. ربما في الأسئلة قد تظهر أجوبة أخرى، بمعنى ربما قد أقدم ما لا يحتاجه الطلبة، ربما أن انتظارات الطلبة الباحثين واحتياجاتهم شيء وأتحدث أنا في مجال آخر، لذلك ربما سأتدارك من خلال الأسئلة ومن خلال تدخلاتكم سأتدارك ما ينبغي إضافته وتوضيحه. النقطة الثالثة التي أريد الإشارة إليها هو أنني سأحاول أن أتحدث عن المشترك بين كل البحوث في الدكتوراه في العلوم الاجتماعية، يعني حتى يتمكن عموم الطلبة المتتبعون من الاستفادة. إذن سأحاول، ومن طبيعة الحال هذا ممكن لأن العلوم السياسية كحقل معرفي بما فيها تحليل وتقييم السياسات العمومية هي تدخل في العلوم الاجتماعية لأنها تهتم بجزء من الظاهرة الاجتماعية وهي الظاهرة السياسية وهي جزء من الظاهرة الاجتماعية، وبالتالي بل إن العلوم السياسية هي متأخرة في الظهور ومدينة للعلوم الاجتماعية الأخرى خصوصا لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والاقتصاد، وبالتالي هي نهلت من مناهج هذه العلوم. ثم أنه ليست هناك مناهج خاصة بالعلوم السياسية إلا في حدود معينة، وليست هناك مناهج خاصة بباقي العلوم الاجتماعية. إذن كل العلوم الاجتماعية ما دام تدرس المجتمع وتدرس العلاقات الاجتماعية والتفاعلات الاجتماعية كيفما كانت، كيفما كان موضوع الدكتوراه وكيفما كان الحقل المعرفي الذي تنتمي إليه هذه الدكتوراه، كيفما كان تخصص، فكل هذه الأبحاث في الدكتوراه تتقاطع بكونها تشتغل على جزء على مادة من مواد المجتمع إذا أردنا أن نتحدث بهذا التعبير. فكل الدكتورات تشتغل على مادة، وهذا ما سأنطلق منه بعد قليل، على مادة، وهذه المادة هي جزء من مواد المجتمع أو موضوع من مواضيع المجتمع تعلقت بأسئلة التاريخ أو بأسئلة المجال و الجغرافيا الاجتماعية والجغرافيا البشرية وغيرها من أنواع الجغرافيا، سوسيولوجيا المجال، علم الاجتماع السياسي، كل إذن الحقول الاجتماعية فهي تشتغل على المجتمع، وبالتالي فما يسري على أبحاث الدكتوراه ما يسري على هذا المجال يسري على مجال آخر. شيء آخر وهو أن كل العلوم الاجتماعية الأخرى مدينة لعلم الاجتماع بالمفرد، وبالتالي فتشكل مناهج وإن طلق مع الفلسفة العلوم ومع الفلسفة، ولكن ما يهمنا هو سؤال المنهج الذي ارتبط بعلم الاجتماع مع أوغست كونت وسبنسر ثم مع إيميل دوركايم وباقي وآخرون يعني فيبر وغيرهم. بالتالي فكل الحقول المعرفية التي تشتغلون فيها كل الدكتورات التي تنجزونها هي تدخل في مجال من مجالات المجتمع في نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية، إلا أنه أحيانا بالنسبة للجغرافيا خصوصا الجغرافيا التقليدية كانت تشتغل على المجال كمعطى ساكن أو جامد، لكن اليوم حتى الجغرافيون في العالم تنبهوا إلى أهمية الدينامية المجالية، وبالتالي عندما نقول الدينامية المجالية إذن فنحن نتحدث عن التركيز على العنصر الأساسي لهذه الدينامية وهو الإنسان والفاعلون يعني بكل مكان. إذن هذا تقديم أساسي يعني مهم أن أشير إليه لكي أجد نقطة التقاطع بين كل طلبة الذين يتابعوننا ويتفاعلون معنا. من طبيعة الحال دائما بحث الدكتوراه أكثر من بحث
لمصر، وإن كان يبدأ الهوس والمشكل والتساؤل يبدأ مع بحث الماستر حول يعني مشكلة المنهج. من طبيعة الحال هذه المشكلة، مشكلة المنهج، هي قبل أن تكون هاجس للطالب فهي كانت حازت على حيز كبير وجزء كبير من النقاش، معروف في فلسفة العلوم في الإبستيمولوجيا، على جزء كبير من النقاش، من نقاش العلماء، علماء العلوم الاجتماعية، يعني حاز مشكل المنهج، حاز على مكانة أساسية في النقاش، نظرا لما تعرفونه جميعا من أن موضوع هذا العلم هو الإنسان، هو المجتمع، والباحث هو جزء، هذه المسائل تعرفونها، هو جزء من موضوع البحث، هو جزء من مادة البحث، إذن أنت الباحث جزء من مادة البحث. بالتالي هذا الذي طرح تحدي، وبالتالي دفع الكثير من الإبستيمولوجيين إلى محاولة تقديم بعض الإجابات وبعض الحلول، وفي هذا السياق تطورت المناهج. وهذا الذي يصعب الأمر على الباحث في العلوم الاجتماعية، كان باحثاً في الماستر أو في الدكتوراه أو حتى ما بعد الدكتوراه، دائماً هناك تحدي نظراً لأولاً طول الزمن الذي حصل فيه النقاش حول المناهج. إذن بدأ النقاش بشكل أكثر دقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وإن كان أنه قبل ذلك، وهو مستمر إلى اليوم. وفي هذا أكثر من قرن ونصف، يعني قرابة القرنين، تراكمت الكثير من النظريات ومن المناهج ومن المقاربات والمقتربات، يعني تراكمت كثيرة جدا ومتعددة ومتراكمة. وهناك يعني كل مدرسة وكل منهج تتولد عنه مدارس أخرى منهجية إلى غير ذلك. فهذا التراكم الطويل هو الذي يعيق ويزيد من صعوبة اختيار المنهج واختيار الأدوات المنهجية الكفيلة بتقديم بحث جيد، بحث في حد أدنى من الموضوعية وفي حد أدنى من الحياد القيمي وفي حد أدنى من العلمية. إذن هذا المسار الطويل لتشكل المناهج أول تحدي، لذلك سأحاول أن أقدم حلا بسيطا جدا قد يساعدكم أولا على جعل مسافة مع هذه المناهج قبل جعل مسافة مع الموضوع، يعني حتى لا تصبح هذه المناهج بمثابة ثقل آخر وضغط آخر قد يصبح أهم لدى الطالب. وهذا حصل لنا جميعا في بحث السكتات وبحث الدكتوراه، يصبح أحيانا بدلا الانشغال بالموضوع الانشغال بالمنهج. والأمر أن كل أساتذة الذين قدموا محاضرات في هذه المرحلة في الطوارئ ركزوا على أنه لا ينبغي أن ننشغل بالمنهج أكثر من الانشغال بالموضوع، يعني الموضوع هو الأصل والمنهج هو فقط يعني آلية لتحليل الموضوع، لتفكيك الموضوع، لمقاربة الموضوع. حاولت عبر من خلال تدريس مادة المنهجية القانونية المجموعة من السنوات يعني بكلية الحقوق أن أجد نوع من التصنيف الذي قد يساعدنا على تخلص من ضغط المناهج ومن يعني تأثير هذا السؤال على البحث. فحاولت أن أميز بين ثلاثة أنواع من المناهج، يعني وهذا التصنيف ربطته بمراحل البحث، بمعنى أنه للبحث مراحل، وبالتالي في كل مرحلة سيحتاج فيها الطالب لنوع من المناهج. البارحة كانت محاضرة قيمة جدا لأحد الأساتذة الذي حصل على الدكتوراه مؤخرا واليوم أصبح أستاذا، الصماد عفيفي، في إطار فريق البحث، مهمة جدا الرجوع إليها، لأنه أنا أنصحكم الرجوع إليها لأنه قدمها
طلبناه أن يقدم لنا يعني حكيا على مسار إنجازه البحث، كان بحثا متميزا في مجال السياسة العمومية. لكن المهم في المحاضرة أنه كل مرة يقول في هذه المحطة عدت إلى هذه المراجع وإلى هذه لكي أبني الإطار المنهجي والقالب المنهجي للتعاطي مع هذه المحطة. يعني أن المنهج سيتغير وسنحتاج في كل مرحلة إلى 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 نوع من المناهج حسب مرحلة حسب المرحلة التي نحن فيها في البحث. ف يمكن تمييز بين ثلاثة مراحل كبرى في أي بحث، سواء كان ديال الماستر أو الدكتوراه أو يعني ما بعد الدكتوراه. تقريبا هناك ثلاثة مراحل أساسية. طبيعة الحال المرحلة الأولى وهي الحاسمة والفيصل، وإذا كان فيها من ضعف أو من خلل فإن ذلك الضعف والخلل ينعكس على المراحل الأخرى. طبيعة الحال المرحلة الأولى وسأعود إليها دائما هي بناء الموضوع، هي إيجاد السؤال البحثي يعني أو الإشكالية، يعني معروف هذا النقاش. فيعني المحطة الأولى وهي ليست بالسهلة هي محاولة توليد إشكالية، توليد سؤال قلق معرفيا يعني ليس صحفيا، لأن الصحافة لها أدواتها ولها وسائلها وأجناسها، وليس يعني كمنطق الرأي، لكن قلق معرفي. إذن عندما تجد السؤال الذي يخلق لك قلقا معرفيا هنا يبدأ البحث. إذن المرحلة الأولى في البحث هي مرحلة نوصفها أكثر، هي مرحلة إيجاد أو بناء أو تشكيل، حتى لا أقول صياغة لأن الصياغة تحيل على بعد الشكلي، تشكيل تشكل يعني وتبلور وبناء سؤال البحث أو إشكالية البحث. ومن طبيعة الحال هذه محطة قد تستمر لأكثر من سنة. إذن فيها يعني تشكيل وتشكل وبناء وتبلور سؤال البحث وإشكالية البحث، بمعنى القدرة على مساءلة مادة البحث كما سأعود لذلك. كانت هذه المادة يعني مجالا جغرافيا، مجالا ترابيا، كانت هذه المادة ظاهرة اجتماعية من الظواهر الاجتماعية المتعددة، ظاهرة سياسية، ظاهرة اقتصادية إلى غير ذلك. معنى كيف ما كان إذن، ولكن المهم هو عندما تكون قادر أن تصيغ أن توجه سؤالا استشكاليا مملوء بالقلق المعرفي لمادة ما، لظاهرة ما، لشيء ما، هناك فين كيبدأ البحث. هناك فين كيبدأ البحث قبل ما يستطع طالب يوصل لهذه المرحلة، راه مازال ما دخل البحث. لذلك هو يحتاج إلى مناهج في هذه المرحلة. إذن فيها الإشكالية وفيها بناء صياغة المفاهيم، وهذه ركز عليها الأستاذ القديري. أنا سمحوا لي كل مرة غادي نحيل على ناس اللي استفدت منهم في هذه الآونة من خلال محاضراتهم، يعني منها كان بنيو المفاهيم، مفاهيم البحث، وكذلك نبني فرضيات البحث ونحول الفرضيات إلى متغيرات. هذا الشيء كله هو المحطة الأولى في البحث العلمي، هو المحطة الأولى. هذه المحطة محتاجة نوع من المناهج، بل إنها محتاجة هذه المحطة إلى المنهجية، بمعنى محتاجة إلى أن تطرح سؤالا إبستمولوجيا، ما هي المناهج التي تساعدني، هكا تطرح سؤال بسيط، ما هي المناهج التي تساعدني على أن أبني وأشكل وأبلور إشكالية، سؤالا بحثيا قلقا معرفيا،
بناء مفاهيم، بناء فرضيات، بناء متغيرات. هذه المحطة الأساسية. إذا كتطرح سؤال، أنا غنرجع باش نشوف شنا هي المناهج، ما هي المناهج التي تتعلق بهذه المرحلة. وهنا من طبيعة الحال سنميز بين نوعين المناهج. مناهج عامة، كل الباحثون في العلوم الاجتماعية يعني محتاجون لها. وهناك مناهج خاصة حسب الحقل المعرفي. الجغرافيا لها مناهج، والعلوم السياسية لها مناهج، ومن داخل العلوم السياسية علم الاجتماع السياسي له مناهج، تحليل وتقييم السياسات العمومية له مناهج، كذلك علم النفس الاجتماعي له مناهج إلى آخر ذلك. فإذن هذا السؤال المنهجي الأول. إذن غادي نمشي، إذن كنطرح هذا السؤال هو اللي كيتيح لي، يتيح لي أن أذهب لأبحث، ماشي كنقرأ الكتب باش نتعلم المنهج، لا، كنمشي للكتب باش نبحث على أشنا هو المنهج اللي غادي يساعدني لكي أبلور الإشكالية. غادي نرجع نقول لكم شنو هما هاد المناهج. المرحلة الثانية من البحث، وهذا رجعوا للمحاضرات ديال السادة الأساتذة وهي متعددة، ولكن أنا أنصحكم يعني أن تستفيدوا من هذه المحاضرات القيمة، الأستاذ بنيس، الأستاذ قديري، الأستاذ محمد مساعدي، والمحاضرة الأخيرة يعني الورشة الأخيرة اللي كان فيها عبد الصمد عفيفي. المرحلة يعني المحطة الثانية في البحث معروفة، وهي يعني كيف يسميها الكثير، يعني المرحلة مرحلة يعني تجميع المادة التي سأعمل على تحليلها فيما بعد، أو تسمى عند الكثير بمرحلة تحقق من الفرضيات، ومرحلة يعني مناقشة المتغيرات. هذه المتغيرات التي استخرجناها من المفاهيم والفرضيات ينبغي أن نناقشها باش نشوفوا واش تلك المتغيرات التي انطلقنا منها، يعني هل فعلا هل فعلا صحيحة، ما هي نسبة صحتها إلى غير ذلك. يعني إحنا ما كنطلقوش من مسلمات، ننطلق من فرضيات، نحول الفرضيات إلى متغيرات، ونضع مؤشرات. الشيء كله تكلمين بأستاذ قادري وأستاذ بنيس، نضع مؤشرات. ومن المؤشرات، المؤشرات هي اللي بغيت تقول الحلقة اللي كتربط بين المرحلة الأولى من البحث والمرحلة الثانية من البحث. يعني المرحلة الأولى ديال البناء والمرحلة الثانية ديال البحث، بمعنى البحث أي تحقق من المتغيرات واختبار الفرضيات، الفيصل اللي بيناتهم والمؤشرات، لأن هذه المؤشرات اللي طرحنا أو يعني بعض تلك المؤشرات اللي طرحنا ننطلق لاختبارها ولإعمالها للتحقق من الفرضيات. هنا غادي نعاود نحتاج مناهج أخرى، مناهج أخرى مختلفة على المناهج الأولى. ولكن راه ما غاديش تلقاو شي كتاب، ماشي بالضرورة تلقاو كتاب كيميز بين هذه المناهج. تقدروا تلقاو مثلا واحد الكتاب يتحدث عن منهج من المنهج البنيوي أو الوظيفي أو الوظيفي البنيوي أو النسقي أو الاستراتيجي. بالمناسبة باش نحسمو، وراه قالها الأستاذ بنيس وقالها الأستاذ كاملين، راه ما كاينش حاجة مثلا منهج الوصفي والمنهج التحليلي. الوصف مستوى من مستويات البحث، الوصف التوصيف والتحليل مستوى من مستويات البحث، وليست مناهج. باش نتفاهموا، ملي كنقولوا المناهج كنتحدثوا على 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 منذ القدم نقول الاستنباطي والاستقرائي، ثم عندنا مناهج اخرى، البنيوي، الوظيفي، الوظيفي البنيوي، النسقي، المنهج ديال التحليل الاستراتيجي ما يسمى بالتحليل النظمي، ثم عندنا مناهج اخرى اللي هي اجرائيه، المنهج الاحصائي، منهج تحليل المضمون الى غير ذلك. غنرجعوا كامل لهذا المنهج. اذا ف
المناهج التي نحتاجها في المرحلة الأولى من البحث ليست هي المناهج التي نحتاجها في المرحلة الثانية، وهذا طبيعي جدا. راه الأدوات التي نحتاجها في المرحلة الأولى من هندسة البناء ومن اللي كيتسمى باللغة ديال البناية، منين كنبغوا نحطوا الكروكي ومنين كنبغوا نحفروا الأساس إلى غير ذلك، راه الأدوات التي نحتاجها في هذه المرحلة ليست الأدوات التي نحتاجها في مرحلة البناء، ماشي المرحلة في المرحلة ديال الفينيسيون، يعني في المرحلة ديال التجهيز إلى غير ذلك. إذا راه أمر طبيعي جدا، كنبسط لكم باش تفهموا، إذا راه من الطبيعي أنك تحتاج نوعية من المناهج في مرحلة بناء وتشكيل وتشكل وبلورة الإشكالية وسؤال البحث وغيرها، والمرحلة الأخرى المتعلقة بتحقق من الفرضيات واختبار الفرضيات ومناقشة المتغيرات. وسأعود لتسمية هذه المناهج، لها أنا أعطيتها واحد تسمية وهي موجودة ومتداولة. ونحتاج مناهج أخرى في المرحلة الثالثة من البحث. راه لا ينتهي البحث بأن توفر المادة، مادة البحث، أن توفر مادة البحث أو ما يسمى البعض مجتمع البحث. يعني لا يكفي أنك تدير مسح مثلا طبوغرافي أو مسح ديموغرافي أو مسح مونوغرافي أو مسح أنتروبولوجي بالملاحظة والمعاينة أو مسح وثائقي أو غيرها أو جرد أرشيف أو غيره، ما كافيش هذا الشيء باش نقوله سهل البحث. هذه مرحلة مهمة، يعني ملء الاستمارات، إجراء المقابلات، إجراء المجموعات البؤرية الموجهة، إجراء الملاحظة والمعاينة بكل أشكالها، يعني إجراء الإحصاء إن كانت الحاجة إلى إحصاء، القيام ب يعني الدراسة يعني بمسح ديموغرافي أو غيره، كل الوسائل اللي أنتم كتعرفوها. هذه مرحلة ما كافيش، لا قيمة لها، لأنه قد نتقاطع فيها مع الخبير ومع الصحفي ومع المفكر ومع صانع الرأي، يعني صاحب الرأي، كاتب الرأي إلى غير ذلك. إذن فين غادي نختلفوا حنا ويا، وهذه الأمور أشار إلى الأساتذة اللي شرحت لهم، سنختلف من حيث الأدوات ديال التحليل. إذن سأحتاج كذلك، غادي نجي المرحلة ديال التحليل، تحليل المعطيات، تحليل المادة، وهنا فين تكلم الأستاذ القادري، لأننا نفرغ المحاليل على المادة كاستعارة من الفيزياء والكيمياء وغيرها، يعني استعارة من العلوم التجريبية التي تقام في المختبرات، فنفرغ المحاليل. وطبعا ماشي أي محلول، إلا ما كنتيش يعني لك دراية بالمحاليل وعلاقة كل محلول بالمادة وما الذي تريد أن تستخرجه من المادة، أنا غادي ما غتعطي والو، ما يمكنش غتدي أي كان المختبر بحثي وغادي يدير وغادي يمكن يقدم عمل. إذن فنختار المحاليل ونختار مقدار المحاليل ونحدد ما الذي نريده من إفراغ ذلك المحلول على تلك المادة. أنا نفسه في العلوم الاجتماعية، أنك تسلط بين الظفرين المناهج، نوع أنواع من المناهج، تسلط نوع من المناهج الأخرى على هذه المواد التي استقيتها بطريقة من الطرق وهي متعددة، ونوعية البحث التي تفرض طريقة من الطرق في 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 إجراء البحث. تأتي المرحلة الثالثة لكي تعتمد مناهج أخرى. فأنا شخصيا سميت كل نوع من هذه المناهج واحد تسمية فقط إجرائية تساعدنا، يعني سميت وذلك استنادا على تمييز بين ثلاثة أنواع من المنهجية، أي أنه باش تكون باحث ينبغي أن تمتلك منهجية، ما كنتكلمش دابا على المنهج، منهجية ميثودولوجي، أن تمتلك منهجية في التفكير، بمعنى أن يصبح تفكيرك تفكير
تفكيرك علميا عقلانيا نسبيا، يعني تمتلك النسبية، تمتلك القدرة العقلانية، تمتلك القدرة الذهنية على أن تفكر في ظاهرة ما بشكل علمي. وهنا أول واحد تكلم في هذا الموضوع على الأقل في الزمن الحديث هو ديكارت، وله كتاب موجود في الأنترنت يعني قواعد التفكير المنهجي. بمعنى المرحلة الأولى أنا ما يمكنليكش تكون باحث حيث أنت نازل يعني الميدان ومغبار ويعني كتعطي الانطباع أنك باحث، ولا تدخل شي أرشيف وتغبر فيه وتدير فيه مجهود، ما كافيش. إذا نزلت دون أن تكون منهجيا في تفكيرك فسوف لن تأتي بأي شيء، لأن الأرشيف راه موجود والظاهر الاجتماعية موجودة ويتعاطى معها الكثير بين الباحثين كل من زاوية. فما زاويته؟ إذن لابد أولا من أن تمتلك منهجية في التفكير، وهذا ركز عليه الأستاذ مساعدي في محاضرته. لابد أن تكون لك، ودائما كان استحضر الأستاذ رشيد عالمي الإدريسي وموجودة محاضرته كل مرة كان بارتاجيها يعني في هذا، هي حديث على في موضوع حول الإشكالية. وقال ينبغي دائما للطالب أن يميز، هذه راه أكثر من 15 سنة باش كانت هذه المحاضرة، الوقت اللي احنا كنا يلا بغينا نبدأ بحوث الدكتوراه، ينبغي أن نميز ما بين منهجية التفكير ومنهجية البحث. إذا الطالب خاصو يميز، أولا راه كثير من الطلبة مشكلتهم أنهم عندهم ضعف في البناء المنهجي، في التفكير المنهجي، لأنه هو اللي كيخلق القلق المعرفي. إذا لم يتوفر لديك هذا الجانب فلا يمكن أن تنتقل إلى المرحلة الأخرى اللي هي البحث. إذا فنحن محتاجون إلى مجموعة من المناهج في مرحلة يعني التفكير، وهذه الخطوة الأولى. لذلك علاش كما شاروا الكثير من الأساتذة اللي شاركنا معهم في مجموعة من المحاضرات في هذه المرحلة حول المنهج، هناك كذلك مجموعة من المحاضرات اللي قام بها الأساتذة اللي كأثروا الماسترات في كلية الحقوق أكاديم، دائما نقول بأنه لا ينبغي أن نضيع مرحلة التكوين في الماستر، لأنها هي البداية ديال تشكل التفكير المنهجي. والمفروض فيك أنك قبل ما تنتهي مرحلة التكوين في الماستر وتبدأ كتتوجد البحث ديال الماستر، مفروض فيك أنك تكون تشكل لديك قلق. وهنا فين كنفترقوا كطلبة، كل واحد فينا اتجاه كيمشي القلق ديالو، لأن كل واحد فينا كطلبة فال انتباهه مادة من المواد التي تدرس في الماستر، لأن الماستر كتكون فيه مجموعة من المواد، مجموعة من الوحدات، وتلك الوحدات تحيل على مدارس، تحيل على حقول معرفية، تحيل على توجهات فكرية إلى غير ذلك. بالتالي فمن المفترض في الطالب أن يلتقط مرحلة البحث، وهذه النقطة كنشار ليها الأستاذ المساوي في محاضرته، أنا أي واحد قال شي حاجة غادي نستحضروا باش نخلقوا ذاك التفاعل. إذا مفروض لا بأس إن لم يحصل ذلك، وخصو يحصل، لكن إن لم يحصل ذلك فينبغي للطالب بعد أن ينهي الدراسة في الماستر يعني الفصل الأول والثاني والثالث أن يأخذ وقتا، أو من بعد ما ناقش بحث الماستر حتى إذا ما تمكن في الماستر، نفترض منين يسالي الماستر يكون موضوعي مع راسه ويتواضع مع راسه ويقول أنا غادي نخلي واحد السنة ديال نقرأ قبل ما نسجل الدكتوراه. إذا المهم أنه هذه المنهجية ديال التفكير لا تأتي إلا بالقراءة، هذا يركز عليه الأستاذ مساعدي والأستاذ قديري والأستاذ تميز، هي القراءة. وهنا القراءة خصني نعرف شنو غادي نقرأ. لذلك فمنين كنقول المناهج في هذه المرحلة ديال التفكير كنسمي أنا هنا المناهج بالمناهج النظرية، هي عبارة عن نظريات تشكل لديك رؤية علمية، وجهة نظر علمية، منظور علمي،
وهنا في المهم اننا الى خدينا الجغرافيا ديما تنذكر الجغرافيا لان الكثير من الطلبه اللي حاضرين معنا واخا كاين تخصص اخر كاين الجغرافيا. الجغرافيا عرفت مسار طويل فيها نظريات فيها مدارس فكريه فيها توجهات كاين الانجلو ساكسوني الفرنكوفوني من داخل الانجلو ساكسوني هناك تيارات ومن داخل الفرنكوفوني هناك مسار في العالم ثم في المغرب كاين توجهات. اذا لا بد من انني نتشبع بجزء من هذه النظريات وفي الاخير ساجد نفسي ميال الى نظريه او جزء ثلاث او على الاقل نكون قادر انني نوصل لواحد الخلاصه علميه حول المجال حول علاقه الانسان بالمجال الفرق ما بين المجال والتراب الى غير ذلك ما فهمكم. كذلك في العلوم السياسيه هناك مدارس نظريات كذلك في العلوم الاجتماعيه بصفه عامه هناك نظريات وهنا غادي نميز ما بين المناهج النظريه الكبرى اللي لابد تقرا عليها شويه. لا يمكن ان تبدا البحث في العلوم الاجتماعيه وانت لم تصادف ولو يوما إيميل دوركيم في كتابه الصغير البسيط قواعد المنهج في العلوم الاجتماعية. لا يمكن أنت لم تقرأ لا لي لا أوغست كونت ولا لي إيميل دوركيم ولا لي سبنسر ولا لي إيفانس بريتشارد ولا لي كلود ليفي ستراوس ولا لي دافيد ديستون ولا أدري يعني كثير من راه كاين كتاب ديال لي ميثود دي سيون سوسيال ديال مادلين جرافيتس ما بيش مهم سامحيني على ما بيش لان ما عنديش الحمول ما نقدرش نوصل لذاك المستوى لكن يعني هو على الحد الادنى ارجع غير الفارس ديالو بعدا تعرف انت غير انواع المناهج اللي كاينه. هناك مدارس علميه ما كنهضرش على المدارس الفكريه الفقهيه لا شنو كنهضرش على المفكرين وكتاب الراي لا كنتكلم على المدارس العلميه نظريات في الجغرافيا في علم الاجتماع في علم الاجتماع السياسي في علم النفس الاجتماعي في سوسيولوجيا المجال في التواصل السياسي في التاريخ الى غير ذلك. هناك نظريات هذه النظريات فيها هذا المشترك اللي هو تاسس في هذه المدارس الكبرى كنتكلموا على البنيويه والوظيفيه والوظيفيه البنيويه والنسقيه ويعني التيار الذي ينطلق من البنيه والتيار اللي كينطلق من 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 عناصر البنيه. يعني هناك عده نظريات هذه نظريات خص يكون عندك فيها الحد الادنى. لا يمكن انك دير البحث في العلوم الاجتماعيه وما عندك الحد الادنى من ما قدمه هؤلاء الإبستيمولوجيون من أدوات تساعدنا على أن نفكر منهجيا في الظاهرة الاجتماعية كيف ما كانت هذه الظاهرة الاجتماعية. ما يمكنش ما عندك تشوية من هذا الشيء وغادي تنطبق وما كافيش. إذن أولا كاين واحد المشترك بيناتنا تكون في كلية الحقوق ولا في كلية الآداب كيف ما كاين التخصص اللي انت فيه كلها كتجمع في العلوم الاجتماعية في سيميولوجيا اللسانيات كل هذه التخصصات. ما يمكنش ما يكونش عندنا تقاطع نتلاقاو بيناتنا المفروض في الطلبه يتلاقاو بيناتهم يكونوا قادرين يناقشوا مسائل معينه. اذا من يعني النظريات المناهج النظريه الكبرى الى بغينا نسميوها نبدا تقرا عليها شويه ثم من بعد كنتفرقوا حسب التخصص. انا في العلوم السياسيه غادي نمشي نقرا على نظريات مناهج نظريه في العلوم السياسيه التي قدمت لين غادي نمشي نقرا مثلا النسق التحليل النسقي ديال ايستون وغيره غادي نمشي نقرا التحليل الفهمي ديال فيبر الى غير ذلك. غادي نمشي اذا نشوف غادي نمشي مثلا كنت في تحليل وتقييم السياسه العموميه غادي نمشي عند دافيد هارت غادي نمشي عند بير مولر غادي نمشي عند كثير من. فاذا لابد من اولا قبل ما تدير حتى خطوه يعني هو انك تمتلك هذا الحد الادنى من تتسمى المناهج النظريه. يعني هي ادوات للتفكير مناهج للتفكير كتعطيك الملكه كتعطيك القدره على انك تخلق عندك ذاك القلق. اتمنى نكون وصلت لكم
الفكره، لان الكثير من الطلبه يعني لم يستطيع انه يبني اقرا حد ادنى من الكتب في المرحله ديال الماستر، كاين بس دار البحث ديال الماستر دون ان يهتم، يعني مشى دار واحد الوصف وجابه دون ان يهتم بالخلفيه النظريه المنهجيه. ما تنقولش الخلفيه الفكريه الايديولوجيه، لا، كنتكلم على الخلفيه النظريه العلميه المنهجيه. فباش ما نطول في هذه النقطه لان غادي يضيعنا الوقت فيها، نقدر نرجعوا لها من بعد. اذا غير هذه محطه اولى. لذلك مين كيجي الطالب كيقول لي باغي نبحث مثلا حول التنميه، حول السياحه الواحاتيه او السياحه الجبليه كسياحه تضامنيه وتحدياتها واهميتها في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، اهميتها في التنميه الى ذلك، اول شيء طرحه عليه هو لماذا تريد البحث في هذا الموضوع؟ ما يقدرش يجاوبني على هذا السؤال لماذا ان لم يكون قد امتلك حد ادنى من القدره على التفكير العلمي، التفكير الابيستيمولوجي، التفكير المنهجي كما سماه ديكارت في هذه السياحه. يعني اذا راه كل شيء ممكن يخدم على السياحه، يعني الخبراء اللي كيمارسوا المرشدون السياحيون، الدوله الى ذلك، ولكن انت غادي تكون مختلف. اذا هذا كاشاره عامه لهذا الجانب المتعلق بمنهجيه التفكير وبالمناهج النظريه. يعني كنتكلم على هذوك المدارس الكبرى اللي عطيتكم ديال البنيويه والوظيفيه والوظيفيه البنيويه وال 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 الفردانيه المنهجيه والمنهجيه الكليه وغيرها من الاستنباطي الاستقرائي، هادو كلهم فهادو نظريات كبيره. ومن بعد في تخصصكم راه كاينه نظريات في الجغرافيا، في التاريخ، في علم النفس، في علم النفس الاجتماعي، في علم السياسه، في علم الاجتماع السياسي، في الانثروبولوجيا السياسيه، تحليل وتقييم السياسات العموميه، وغيرها وغيرها من 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 التخصصات، في السيميولوجيا، في اللسانيات، تحليل الخطاب، التواصل الى غير ذلك. كل المجالات يعني راه كاين فيها نظريات في ذاك المجال، ذاك المجال. من بعد يعني اذا هادو هما اللي كيساعدوني على انني نبني المفاهيم. حيت منين غادي تقول لي باغي نبحث في السياحه التضامنيه ك يعني احد مقومات التنميه المجاليه او التنميه الترابيه، غادي نقول لك وماذا تقصد بالتنميه؟ شنو هو مفهوم التنميه عندك؟ شنو هو مفهوم السياحه الواحاتيه او السياحه التضامنيه عندك؟ ما غاديش تقول لي تبدا توصف لي ولا تقول لي الكلام العمومي المتداول، لا، راكي خصك تكون بنيتي المفهوم. غنقول لك سير تقرا على المفهوم، هادشي كيعرفوه الاخوان اللي شادين معايا الدكتوراه، وتش تنتقاسموا مع الكثير من الاساتذه اللي كيفرضوا انه يكون هذاك العمق المنهجي الابيستيمولوجي في البحث. اذا لابد من، وهذه ركز على الاستاذ قديري، لابد من ان تبني المفهوم اللي غتنطلق منه واللي كيتفرعوا عليه مفاهيم اخرى واللي منه غادي تخرج المتغيرات، داك الشيء مترابط. اذا فهذه المحطه الاولى. لابد هنا في المهم نستفدوا ونستعنوا بالناس اللي سبقونا اللي نقدر يشدونا الكتب بعينه، كيقول لك سير شوف هذا الكتاب، حيت الوقت باش دير التدبير ديال الغلاف الزمني للدكتوراه ما تبقى تايه، لابد ان تستعين. وهذه تكلم على الاستاذ بنيس، راه الباحثون الغربيون ملي كيجوا للمغرب اول حاجه كيدير هو تيقلب على شكون اللي بحث في ذاك الموضوع، حنا لا. وكيجي الطالب الباحث ولا ايوا يقول لك ومن بين صعوبات هذا البحث انه لا تتوفر في المراجع ولم يسجل احد تطرق عليه، وانت كاع ما قلبتيش، ما خدمتش الدراسه السابقه. اذا اول حاجه هو شوف الناس اللي بحثوا قدر يعاونوك، يرشدوك، يوجهوك، يعطوك امكانيات الكتب اللي ممكن ترجع لها، ترجع للاستاذ ديالك، السيده اللي درسوك الى غير ذلك، باش ما تضيعش الوقت تقرا ما لا ينبغي قراءته. فهذا نوع، هذا نوع من المناهج. شخصيا كنسميها هي المناهج النظريه،
نظريات، يعني نظريات البحث العلمي، نظريات التي تساعد البحث العلمي. نتكلم على النظرية الماركسية مثلا، مثلا نتكلم على النظرية النقدية، ورا كاينة التفاعلية الرمزية راه معروفة. يعني هذه كلها راه نظريات. غادي نجي انا وياك غادي نجلسوا ثلاثه الناس، واحد ينطلق من علم النفس الفردي، من علم النفس، وينطلق من الفردانيه المنهجيه، غادي يكون تيغلب على تحليله يعني اهميه الخصائص النفسيه للفرد في سلوكه. ولكن غادي يجي مثلا باحث اخر متاثر بالمدرسه الكليه وب إيميل دوركايم وغيره، وسيرى بأن العكس، بأن سلوكات الفرد هي نتاج لانعكاسات المجتمع وتأثيرات البنيات. الدولة إلى خدنا المدرسة الماركسية مثلا تتمشي في الاتجاه، لماذا تتمشي على البنية، المدرسة، الأسرة، المقاولة، الطبقة. إذن وغادي جدا تقول لي مودي بأنه أنا لا أرى تناقضا بين الطرحين، وإنما هناك تفاعلية. وهذا التيار ظهر في الستينات، لا في علم النفس، هو اللي أعطانا علم النفس الاجتماعي، وأعطانا يعني التفاعلية الرمزية، وأعطانا ما يسمى بعلم الاجتماع الدينامي. جورج بالاندي اللي كان عرفنا، ما كان عرفهم كاملين، وراك الأستاذ مساعد يشار لواحد الكتاب مهم بالعربية ديال بير أنصار، العلوم الاجتماعية المعاصرة. مزيان انت هذاك تشوفه مثلا، هو واحد كتاب. إذن فالخلفية ديالك العلمية من كتنطاق اللي كتأثر عليك، وانت كتشوف الظاهرة، كتمشي للسوق ولا كتمشي للجبال ولا كتمشي للواحة ولا كتمشي للساحل ولا كتمشي كتنزل الحملة انتخابية أو 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 كتلاحظ، فكيأثر عليك ذاك الخلفية النظرية اللي عندك. هذا سليمة. إذن من بعد منين كتبني الإشكالية والفرضيات والمفاهيم والمتغيرات، وكتحط المؤشرات. المؤشرات ماشي كتحط عشوائية، وأنا ما نقدرش لا أملك من الإبستمولوجيا ما أملكه الأستاذ قديري والأستاذ بنيس، وقديري راه وضح ما فيه الكفاية، وحال على واحد كتاب راه ممكن من بعد نتقاسموه يلا سكانيتو. يعني بين فيه كيف نضع المؤشرات. المؤشرات ماشي غير هكذا بشكل عشوائي، الا المؤشرات راه يعني تتحط بواحد الضوابط. ومن طبيعه الحال هنا فين كاين الاختلاف ما بين المقاربه الكميه والمقاربه الكيفيه. اذا كان بحثك اصلا يعني السؤال الاشكالي اللي انت بنيته واضح من خلاله أنه سؤال أنثروبولوجي، سؤال في التمثلات، سؤال يعني يغلب عليه التأويل أكثر من والبعد الجانب الكيفي من الجانب الكمي. ففي هذه الحالة سوف تتحرر أكثر من مسألة المؤشرات ومن مسألة العينات وغيرها وغيرها من الأمور. لكن إذا كان بحثك والكثير من طلبة العلم الاجتماعي والجغرافيا عندهم الجانب الكمي قوي، على عكس مثلا في العلوم السياسية وفي علم الاجتماع السياسي وغيره كيطغى ذاك الجانب النوعي الكيفي إلى غير ذلك. في التأويل المقاربة الكيفية حضرية إنك البعد التأويلي، وإن كان الأستاذ قادر يشار بأنه راه تحتاجهم بجوج، ولكن بدرجات متفاوتة، الكمي والكيفي. الأساس إذن أنه عندما تضع المؤشرات هي التي من خلالها، وهذا الشيء رجعوا للأستاذ قذيري، هي اللي كتحدد لك كيف ستحدد عينات البحث، وستحدد ما يسمى بمجتمع البحث. والبارح شرط في تفاعل مع أستاذ عبد الصمد عفيفي أنه راه قد يكون إذا تحقق من فرضياتك يحتاج إلى بحث ميداني، وهذا البحث الميداني إما أن يكون موضوعه مجال جغرافي، وإما أن يكون موضوعه فئة اجتماعية بعينها، مكون اجتماعي بعينه. إذا يمكن يكون
البحث يفرض عليك أن تتحقق من الفرضيات بالنزول للميدان تيران، وهذا النزول للميدان تهو متعدد، تهو متعدد يعني مختلف حسب الموضوع. وإما أن البحث ديالك قد يكون له علاقة بالبحث الوثائقي في أرشيف، خطاب، تقارير إلى غير ذلك. فإذا راه البحث هو اللي كيفرض علينا طريقة باش غادي نتحققوا من الفرضيات، راه ماشي حيت من الموضة غادي ننزل الميدان وحيت من الموضة غادي ندير الاستمارة، لا. إذا أولا ليست كل البحوث قد تفرض عليك أن تنزل الميدان، وقد يكون الميدان مكمل أو هو الأصل. إذا على حسب البحث يقدر يكون الميدان مكمل تقدر ما تحتاجه، إذا غير باش ما يبقاش عندنا هذا الوسواس. ربما الجغرافيون بحوثهم فيها كلها الميدان ربما، لكن علوم اجتماعية أخرى ماشي دائما، وإن كان أن قيمة البحوث تزيد كلما تعلق الأمر بالاشتغال على مادة مرئية، إما فئة اجتماعية، طبقة اجتماعية، مجال جغرافي، مدن، جماعات ترابية، أو فئات اجتماعية يعني أو مكونات تريد تشتغل، الأحزاب السياسية، على المجتمع المدني، على الباترونة، رجال الأعمال، على المهنية إلى غير ذلك. إذن إما فئة اجتماعية وإما مجال جغرافي. أو قد يكون البحث يحتاج أكثر إلى مساءلة الوثائق، وهذا اللي بينه عبد الصمد عافي في البحث المحاضرة ديالو. هو بحثه هو مثلا فرض عليه أن يركز على الاشتغال على التقارير وعلى الوثائق الرسمية للدولة فيما يتعلق بسياسة الفقر مثلا. إذن ماشي بالضرورة، إذن قد يكون بحث وثائقي، قد يكون بحث في الخطاب، في مادة فكرية، تأويل الفكر، تأويل الفكر إلى غير ذلك. فلاحظوا بأنه راه اللي غادي يفرض عليك المنهج في هذه المرحلة الثانية هو أولا طبيعة الفرضيات، هي إذن طبيعة الفرضيات كيف سأختبر، أشنا هي راه بحال الميكانيكي أو الطبيب أو غيره، راح خصك تحدد شنو هي الآلي الأداة المناسبة لاختبار والتحقق من تلك الفرضية. بحث في الميدان أم بحث في الأرشيف أم بحث في الوثائق أم بحث في الخطاب أم 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 أم, أم؟ إذن بحسب، بحث في النخب، في الفاعلين إلى غير ذلك، الساكنة باش كيخدموا على ديموغرافي ولا مونوغرافي إلى غير ذلك. ها، إذا عندما تقرر بناء على ما فرضه سؤال البحث وفرضيات البحث، عندما تقرر كيف ستختبر فرضياتك، آنذاك ستذهب إلى حقيبة المناهج الإجرائية، كنسميها شخصيا يعني كاينه المناهج الإجرائية، المناهج التطبيقية، المناهج الأمبريقية، يعني اسمها البعض بالتقنيات. المهم أن هذه يعني هي كثيرة، الإحصاء، تحليل المضمون، تحقيق، يعني الناس اللي كيخدموا على المخطوطات، تحقيق، الملاحظة بالمعاينة، الاستمارة، عفوا قبل ما نمشي الاستمارة وغيرها. إذا واش تحقيق، واش 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 تحليل مضمون، واش الإحصاء، واش استطلاع الرأي، يعني باش جميع المعطيات، بمعنى أنه هنا كتحدد ما هي المناهج الأمبريقية، ما هي المناهج الأمبريقية التي ستساعدك على تحقق فرضيتك. وهنا فين كاين المناهج الأمبريقية أو الإجرائية التي التي تناسب أكثر
المقاربة الكمية إذا تعلق الأمر بالتأويل. وهناك مناهج أخرى إجرائية وإلى جانب التقنيات التي تناسب المقاربة الكمية. وهذا الشيء تكلم فيه أستاذ قادري وأستاذ بنيس طبعا نفصل فيه وكذلك حتى الأستاذ مسعدي. إذن فهنا كنت تكلموا على المناهج الإجرائية من طبيعة الحال ينبغي انتقاؤها بعناية. وهذا الأمر ماشي كي قال الأستاذ لا الأستاذ عفيفي ولا الأستاذ مساعدي ولا غيره بأن راه المناهج ماشي جاهزة وغتقول أنا غادي ناخذ هذا المنهج باغي نخدم به. لا غيساعدوك ناس ومع الوقت حتى كيدوز العام الأول ولا عامين كتحتمر يعني ولا عام ونص وبانت لك الأمور عاد كتبدا كيبان لك شنو هي المناهج. راه ماشي حيت رشق ليك انت ولا حتى ديجا مقرر غادي دير هذه. لا اذا في ذاك الوقت كيبان قدر الاحصاء هو اللي محتاج انت يقدر انت محتاج تحليل الكمي تحليل المضمون يقدر انت محتاج الملاحظه بالمعاينه والمعايشه. اذا عن اتحاد ستحتاج نوع من انواع المناهج في هذه المرحله. من طبيعة الحال تقدر تستعمل واحد المنهج إجرائي وتنزل الميدان أو تدخل الأرشيف وما يعطيك والو وترجع. واليوم عندنا واحد الأدوات أخرى الأستاذ بني الشارع بأنه أولا ظهرت هذوك البرامج يعني ذوك البروغرام ديال التحليل داك سفانكس وغيره اللي كتساعد وكاين وسائل اخرى انا ما كنعرفهاش مناهج اخرى مرتبطه مع البحث الرقمي ظهرات من يعني ادوات اخرى وتقنيات اخرى. اذا على محل يعني راه ستتحدد يعني الادوات المناهج الاجرائيه والامبريقيه ستتحدد من بعد ما تسالي. راه ما يمكنش جوز المرحله الثانيه وانت ما نهيتيش المرحله الاولى. على الاقل في حد ادنى تقدر تحددها مستوى معين وتنزل ومن بعد ملي تنزل ترجع يبان لك بان خصك تعاود دوك المفاهيم وتعاود دوك المتغيرات. يمكن غير لا بد من حد ادنى من انك بنيت عاد حطيت المتغيرات وحطيت الفرضيات والا كان الامر يتعلق بالجانب الكمي راه كتحط المؤشرات وانت ما كتحط العينات باش تنزل. وراه كاينه يعني مهارة ديال صياغة الاستمارة يعني راه الاستمارة راه الا ما صغتيها بالشكل العلمي راه غادي تنزل بها وغادي تجيب معلومات لن تنفعك في شيء. يعني راه الاستمارة ماشي موضة هي راه واحد التقنية وراءها منهج. يعني الاستمارة تقنية ولكن راه هي كتحيل على واحد المنهج امبريقي تجريبي. اذا راه مرتبطة بواحد المنهج إجرائي. إذن هذا النوع الثاني من 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 المناهج اللي هي المناهج الإجرائية وبالتالي هي اللي كيربعض كيجيب لك بيت ندير المنهج الوصفي. الوصف هو مجرد كي قلنا مرحلة من مراحل البحث هي مهمة لأنه ما غاديش تحلل وانت ما درتيش التوصيف ولكن ليك في التوصيف وباش تكمل البحث. البحث ما كيكمل إلا بالتحليل وهذه هي المرحلة الثالثة من مراحل البحث هو يعني اللي فيه تحليل والتركيب والاستنتاج يعني والنتائج والاستنتاج والتعميم. وهذاك التعميم هو اللي كيعطينا النظريه. شحال من واحد في الاطروحه ديالو اصبحت مرجع النظريه للباحثين. فعلا انا مثلا من بين اللي ساعدني على فهم بشكل جيد يعني جدليات الديني والسياسي وحتى مفهوم السياسي ومفهوم وعلاقته بالسياسه وغيرها وجوليان فرويد الدكتوره دارو دار في 1950 يعني اصبحت مرجعا بمعنى انه ممكن لواحد الاطروحه تولي نظريه. يعني وهذا هو التعميم. وان النظريه ماشي بالمعنى الكلي ماشي النظريه الماركسيه ولا النظريه الليبراليه. لا نظريات صغرى بمعنى انك كتوصل لواحد الخلاصه وتعممها وهي مؤقته في الزمن لان يقدر يجي واحد ويبدا منها
يقدر واحد يقول لنا بان راه في مجالنا في العلوم السياسيه بان راه السبب ديال انشقاق الاحزاب السياسيه في التسعينات واحد الوقت كان هذا الموضوع مهم في البحث هو يعني سياده الثقافه الخبريه. يقدر هاد شكون علاش بزاف الباحثين مشاو الاتجاه تيتاثروا بالتحليل الانقسامي ديال والتر بوري اللي جابوا عند ايفانس بريتشارد وغيره واللي اصلو ايميل ديركين. ولكن مع الوقت بدا كيبان لنا بان ماشي السبب الوحيد للانشقاقات الحزبيه هو فقط هذيك الثقافه القبليه وغيرها، كاين اسباب اخرى. اذا هذا هو اللي كنقصدو، بمعنى اننا المرحله الثالثه من البحث العلمي اساسيه، هي مرحله التحليل والتركيب والاستنتاج والتعميم. هذه مرحله اساسيه معروفه هذا الشيء. وهذه المرحله ديال التحليل مهمه جدا، وهي في الحقيقه مرتبطه بالمرحله الاولى. اذا المرحله الاولى مع المرحله الثالثه مهمات، يعني هذه كتفتح وهذه كتقفل. الى بغيت نتكلم معكم بالدارجه، ها هذه كتفتح وهذه كتقفل، هذه كتفتح كتنزل للميدان كتشتغل الى غير ذلك، هذه كتقفل. لانه الا راه كاين اللي بقى 15 عام في الدكتوراه وما سالاش، لانه بقى غادي 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 وما عمر البحث كيتسالى. لذلك خصك تكون قادر انك واحد اللحظه تقفل البحث من خلال انك كتدخل العالم ديال التحليل. التحليل كذلك يحتاج الى مناهج، كتسمى مناهج التحليل والتاويل. تحتاج الى التحليل والتاويل، لان التاويل مساله اساسيه، لان ديك الاستنتاج اللي كديروا كتعمر تاويل. اذا انت محتاج الى مناهج التحليل والتاويل، تحتاج لها. يعني مع كامل احتراماتي ان الكثير من الباحثين في الجغرافيا تيبقاو في الوصف، لا، وخصوصا الان مادام الطورات الجغرافيه ولات كتشتغل على مواضيع اللي كانت ديال علم اجتماع وغيرها، الان كاين تقاطع ما بين علم السياسه وعلم الاجتماع والجغرافيا، قطع كبير، قطع كبير. مع السوسيولوجيا المجال، السوسيولوجيا المجال كنتكلموا على الجغرافيا الاجتماعيه، كنتكلموا على الجغرافيا السياسيه، كنتكلموا على الجيوستراتيجيك، كاين تقاطعات. وبالتالي يعني ما بقيش كافي ان الطالب يوصف لنا، لا ما كافيش، لا مونوغرافي ما كافياش، التوبوغرافي ما كافياش، ماشي كافيش، جبنا التصاور وجبنا البيانات وجبنا مزيان مهم هذاك الشيء. انا شخصيا من الناس اللي اليوم يعني كنحاول نستعمل هذه الادوات لان مهمه الجغرافيا، ولكن ما كافيش. يعني لابد من مناهج التحليل والتاويل. هاد مناهج التاويل والتحليل يعني قد نسميها ب الباراديغمات، نقدروا نسموها بالباراديغمات. والباراديغم شرحوا ذاك النهار الاستاذ مساعدي، وهو موجود، هو ديال توماس كون هو اللي كان تكلم عليه. وكاين مفهوم اخر اللي هو النماذج المثاليه عند فيبر. اذا والاقتصاديين كيقولوا النموذج النظري، لو موديل تيوريك. وكاين اللي كيتكلم على لو باراديغم وكيتكلم على النموذج المثالي. ليسونسيل هو يتسمى واحد النموذج الارشادي، هو مفاهيم، مفهوم او مجموعه من المفاهيم المتكامله اللي تتيح لك تتخذه كنموذج ارشادي يساعدك على التحليل وعلى التاويل. حيت انت كتعلم، اذا راه لابد من انه تبدا تبني نموذج ارشادي. وهنا في المهم الخلفيه النظريه تكلمنا عليها، كتقول ودي انا مثلا راه غادي ننطلق في التحليل ديالي من مفهوم الهيمنه مثلا. بالنسبه لنا حنا في العلوم السياسيه ولا في العلوم الاجتماعيه، مفهوم الهيمنه، مفهوم السيطره، هذو المفاهيم ديال 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 يعني السوسيولوجيا الماركسيه وغيرها، وكذلك عند فيبر اللي هو تاثر بطبيعه الحال بالسوسيولوجيا الماركسيه. اذا نقدر نقول بغيت مفهوم التبعيه مثلا، جدليه المركز والمحيط مثلا، الى غير ذلك. اذا الاساس هو انك تنطلق من واحد، هذا راه منهج، راه الباراديغم منهج يساعدك على التحليل، على التركيب، على 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 تقفل البحث ديالك. اذا فانت تحتاج الى في المرحله الثالثه الى مناهج تحليليه، الى مناهج التحليل، مناهج للتحليل، ادوات للتحليل. ويعني كيسميها البعض بالباراديغم، كيسمي البحث بالنموذج المثالي، النموذج النظري، المهم ماشي لا مش حتى كيتسمى النموذج الارشادي للتفسير وللفهم وللتاويل، هكا كيتسمى النموذج الارشادي. كتنطلق منه. يعني مثلا باش من مثلا حنا انا شخصيا في الدكتوراه، يعني تصادفت مع في ذاك الوقت قبل الدكتوراه في البحث ديال الديزا، انا ذاك
صادفت مع خروج كتاب ترجمة كتاب عبد الله حمودي الشيخ والمريد. ف يعني استعنت بهذاك الباراديغم، خصوصا مفهوم الشيخ والمريد، خصوصا مفهوم اللدنيه، اشتغلت مع به كبير، مفهوم اللدنيه، مفهوم ماشي الوقت باش نشرح لكم، ولكن ملي لقيته عند عبد الله حمودي واشتغلت به بواحد الشكل كبير. اذا الباراديغم ساعدني على التحليل، لان كان الموضوع ديالي يعني على الانثروبولوجيا السياسيه، يعني كيف تهيمن الملكيه من خلال المخيال السياسي واعمال المتخيل السياسي. اذا كان هذا المفهوم ديال اللدنية وغيره من المفاهيم ساعدتني. اذا مفهوم الشرف والشرفاويه مثلا، يعني كتجيب واحد الباراديغمات يعني معينه تساعدك على التحليل والتأويل حسب الحق المعرفي ديالك. حسب الحق المعرفي ديالك يعني كيكون واحد الباراديغم تحليلي تستعملوه الناس، تقول انا غادي نستعن بهذا الباراديغم في التحليل، يعني ولا نستعمل جوج او غيره او غيره. هذا اذا المرحله الثالثه. لذلك من الاحسن ان 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 الطالب يمشي بهذا المنطق. انا عطيتكم غير طريقه تساعدكم، انا ماشي مهم عندي ندير الدرس في المنهج، لانه كاين ناس احسن مني وقدموا محاضرات، ولكن غير كيفاش تستعملوا هذوك المحاضرات كاملين وهذوك الكتب كاملين، كيفاش تستعملوهم بواحد الطريقه ميسره يعني في الوحده ديالكم. انا ما عرفش واش مازال عندي وقت ام لا، يعني السيد المسير. شكرا جزيلا استاذ القدر القادري. نعم مشكورك. ربما اذا غادي نزيد 5 دقائق تصديق باش نعرف، غنزيد 5 دقائق باش ندير الخلاصه ومن بعد نرجع. اذا التكمله ديال هذه المحاضره هي واحد المحاضره اللي راه موجوده درتها، واللي ممكن انه من يطرح الاسئله نرجع نعطيكم البعض ديالها، حول يعني مجموعه من الاسئله السهله اللي كتساعدني على انني نبني الموضوع. كنطلق من بسرعه، غادي نعطيكم غير هذوك الاسئله هي قدامي. هي واحد 15 سؤال، يعني ما هي ماده مشروع البحث الخاص بي ومجال نطاقه وخصائصه؟ وقلت كلمه ماده بمعنى علاش، لانه باش نتم شويه بالعلوم، علوم الماده والعلوم التجريبيه، انك كتشوفها، خاصك تشوف الموضوع ديالك بين عينيك، يعني يمكن ان تلمسه، يعني ما يبقاش هلامي. ما هي ماده مشروع البحث؟ ما هي الاشكاليه المحدده التي تريد معالجتها والمشكله الاساسيه؟ ما هي الاهداف التي اقترح تحقيقها او النتائج المستهدفه او المنتظره؟ وهي مؤقته يعني ماشي بالضروره توصل لها. شنو هي الاسباب التي دفعتني للقيام بهذا العمل البحثي؟ شو الدافع المنطقي؟ وهنا فين ديك يمكنش يكون عندك الجواب على هذا السؤال الا ما كانش واحد الشراره يعني علميه من خلال الابستيمولوجيا، من خلال هذيك الخلفيه النظريه. ما هي المعطيات او البيانات الملموسه التي يمكن استخدامها لاجراء بحثي؟ وهذا السؤال، ما هي الوثائق؟ هل هي متوفره؟ لهذا السؤال هو اللي كيحدد لي نوعيه المنهج الاجرائي اللي غادي ندير، نوعيه المنهج الامريكي اللي غندير، واش الاستماره، واش المقابله، واش المجموعات البؤريه، واش الاحصاء، واش كذا، من خلال ما هي المعطيات والبيانات الملموسه التي يمكن استخدامها لاجراء البحث؟ هذا السؤال هو اللي كيحدد لي نوعيه الاسم. هل هناك اعمال وابحاث سابقه تعاملت مع ماده البحث الخاص بي؟ يعني الدراسات السابقه اليوم راه ولات مطلوبه في بعض الدول، كيقول لك اعطيني الدراسات السابقه، شنو درتي فيها؟ ما هو الجانب الجديد في مشروع البحث؟ لان ملي كتقرا الدراسه السابقه هي اللي كتحدد لك اشنو غتضيف انت، شنو هو الجانب الجديد في المشروع ديالك. والجانب الجديد في المشروع راه مرتبط بالمنهج. غتقول ودي انا هذا السيد تعاطى مع الموضوع من هذه الخلفيه النظريه المنهجيه، انا ساتعاطى مع من هذه الخلفيه، او هذا الباحث انطلق من باراديغم معين للتحليل، انا سانطلق من باراديغم اخر. وكي قال الاستاذ بالنسبه الذي يبقى بعد انهاء بحث الدكتوراه وتولي استاذ هو المنهج الذي استعملته، اما الماده راه يقدر يفوتك فيها ناس اخرين. ما هي المراجع النظريه التي يستند اليها مشروع البحث الخاص بك؟
انا من نجي عند الطالب خصو يعطيني المراجع النظريه 4 5 6 7 8 9 10 يعطيهم ليا المراجع النظريه ديال الخلفيه النظريه. ما هي المنهجيه المستخدمه لتنفيذ مشروع البحث الخاص بي؟ هل هي معاينه؟ هل هي تحليل نصوص؟ هل هي بحث ميداني؟ ما هي المراحل وما هو الجدول الزمني لتنفيذ المشروع؟ احتاج جدول زمني ممكن نديره. شحال غادي نعطي البناء النظري يعني البناء الموضوع؟ واش سنه؟ واش سنه ونصف؟ ما هي الاحتياجات الحاسمه التي يتوقف عليها تنفيذ مشروع البحث الخاص بك؟ كيف اقوم بالتقييم الذاتي لمشروع البحث ونتائج؟ وهذه الامور كلها كاينه في هذيك المحاضره اللي درت، وعندي البويربوينت اللي اصلا غادي نعمو حتى على الطلبه الاخرين اللي قبل، وممكن انه نعطيه لكم باش يتعمم. اذا راه موجود ما هو واقع واثر مشروع البحث ديالي وكيفاش كنتصور، وهذه مهمه عافاكم خصوصا الجغرافيون وكاع العلوم الاجتماعيه، كيفاش كتصور الرسمه لا كابيتاليزاسيون الرسمه ديال المجهود ديالك في مسارك المهني ومسارك البحثي. يعني خاص هذا البحث ديال الدكتوراه تستثمروا ترسم له وتستمروا بشكل جيد في اتجاهين، في اتجاه البحوث اللي غتجي من بعد الدكتوراه، لان ما غاديش توقف غتستمر كباحث، والكثير من الناس ما قدروش يستمروا في البحث العلمي بعد الدكتوراه لانه ما كانش حاضر عندهم هذا الشيء. والاتجاه الثاني في الرسمله والاستثمار هو في البعد المهني، اشنو ممكن دير بهذا البحث فيما يتعلق بالجانب المهني. هذه يعني 15 سؤال، من بعد راني فصلتها، يعني فصلت كل سؤال. نخلي لكم الكلمه ومن بعد الى بقى الوقت نقدر نعاود نرجع انني نعطيكم العناصر الاساسيه ديال هذا. فكان ضروري نعطيكم اللي ما عنديش اولا، هذا الشيء اللي عطيتكم دابا ما مكتوبش، وهذا الشيء اللي مكتوب يعني الى تحت الفرصه نعطيه لكم فذاك، والا فغادي يكون متوفر في محاضره سابقه موجوده ومتوفر في البويربوينت. شكرا سي ابراهيم، تفضل. تفضل سي ابراهيم. شكرا جزيلا استاذ عبد القادر القادري على المحاضره القيمه التي اغنتنا بالكم الهائل من المعلومات. اذا الاخوه الباحثين غادي نحلوا باب المداخلات، باش اللي بغى يتدخل باش ياخذ لما يهز يديه باش يبان لنا هنايا في القائمه، ولا يصيفط لنا في الكونفرساسيون باش نعطيه الكلمه. اذا خلاصه المحاضره التي تقدم بها الاستاذ عبد القادر القادري وانه فصل في البحث بين ثلاث مراحل أساسية. مرحلة أولى التي هي عبارة عن مدخلات ينطلق فيها البحث من الجانب التي عبارة عن مخرجات توصل إليه من خلال بحثه. بين المرحلتين هناك مرحلة الثانية والتي تتعلق بالجانب الميداني إلى غير ذلك. غدا إن شاء الله لنا لقاء لكي نتعرف على كيفية يعني صياغة الأسئلة، كيفية صياغة الاستمارة، كيفية صياغة دليل المقابلة إلى غير ذلك. فالبيبليوغرافيا كذلك مع الأستاذ موسى الملكي غدا إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الرابط. إذا الكلمة للإخوة الطلبة الباحثين الذين هم مشاركين معنا في المنصة على تطبيق زوم، اللي بغى ياخذ الكلمة. نعم، واش الصوت مسموع؟ نعم مسموع السي ابراهيم، مسموع. نعم مسموع السي ابراهيم، انا كنسمعك. نعم شكرا. اظن الاخوه يديزاكتيفو الميكرو، باش اللي غيهضر يديزاكتيفي الميكرو السي ابراهيم.
إبراهيم، إن كانت الأسئلة خاصة بمعنى لا 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 ضير في ذلك، يعني ممكن تكون أسئلة يعني خاصة ما كاين حتى مشكل. لا تنشوفوا غير الا ربما تكون أسئلة واردة على الفيسبوك باش الى اللي كاين نترونسفيروها للأستاذ. أدري باش الإخوان يعني قال غير تنشوف الفيسبوك دابا الأسئلة ديال الإخوان مجموعهم. إذا كاين في الإخوان اللي عنده شي سؤال نعم كنتسنى حاليا ربما حتى واحد ما عنده شي إبراهيم تقول. إبراهيم ممكن تدخل تفضل سي أحمد. تفضل احمد الخطابي باحث تيك الدكتوره. بدايه كنشكر الاستاذ على الحضور على تلبيه الدعوه وعلى الحضور على المحاضره القيمه اللي صراحه محاضره يعني غنيه بمعطيات اكيد ان الاخوه الزملاء الطلبه يعني سيستفيدوا منها. بخصوص مداخلتي ولا سؤالي بخصوص استاذ يعني لاحظنا في الاونه الاخيره اعتماد الاستماره الالكترونيه الى اي حد يعني هذا الاستماره الالكترونيه يعني تتوفر فيها شروط البحث العلمي الاكاديمي. شكرا سي احمد. تفضل سي علي ابجو. تفضل خذ كلمه. السلام عليكم. السلام عليكم سي ابراهيم، واش الصوت بعدا مسموع؟ نعم مسموع. مسموع السلام عليكم ورحمه الله. معكم الزميل ديالكم علي ابجو، استاذ ماده اللغه الفرنسيه وحاصل على سيركل ماستر في العلوم القانونيه قانون المقاوله، ومقبل ان شاء الله على التسجيل في سلك الدكتوراه ودعوتكم لنا. اذا الاستاذ شكرا بعدا يعني الشكر موصول اولا للقائمين على مركز الواحه للدراسات والابحاث والتنميه. الشكر موصول ايضا للاستاذ عبد القادر الخضيري على هذه المداخلة والمحاضرة القيمة التي صراحة أغنتنا و يعني مكنتنا من يعني من الحصول على مجموعة من المعلومات يعني المتعلقة بسؤال المنهج أو المنهجية في البحث العلمي. إذا الأستاذ السؤال ديالي غير هو أنه يعني قلتم يعني في المرحلة الأولى ديال يعني مرحلة بناء الموضوع وإيجاد السؤال، هنا كان يحتاج الباحث يعني الى كيحتاج لمناهج خاصه بطبيعه الحال، ولكن هذه المناهج يعني كتعلق بالموضوع ديال او المجال ديال او الميدان ديال البحث، وفي يعني في يعني في مجمل البحث ولا في مجمل المحاضره ديالكم استاذ يعني اسهبتم او يعني اسهبتم في في, في يعني في, في الحديث على يعني ميدان او المجال الجغرافيا العلوم السياسية وكذلك وإلى غير ذلك. والسؤال ديالي هو أنه يعني هل لكم أستاذي أن توجهونا يعني أو يعني تعطونا يعني من مناهج الخاصة بالعلوم القانونية. وشكرا أستاذ. نعم مرحبا. قانونية. شكرا نعم. استاذ علي ابجو.
واخا بامكان استاذ القضيه تفضل باش نعم نعم الوقت ونركز نعم. حالي الوقت نجاوبوا نعم. على الاسئله بما تكون اسئله اخرى ان شاء الله. نعم شكرا جزيلا. غادي نسبق اولا بالنسبه للاستماره الالكترونيه ومدى العلميه ديالها عفوا إذن بالنسبة للاستمارة الإلكترونية ومدى العلمية ديالها حقيقة إلى استندت لما أشار إليه الأستاذ سعيد بن نيس فممكن ترجعوا للمحاضرة ديالو فبالعكس هو أكد على أنه اليوم المجال الرقمي يعني هو مجال أساسي يعني في إغناء وتطوير البحث العلمي يعني ليس فقط فيما يتعلق بالاستمارة الإلكترونية بل أكثر من ذلك يعني إعمال حتى المعلومات والمعطيات المتوفرة في الفضاء الرقمي يعني بكل أشكاله من طبيعة الحال كل آلية للبحث لها مخاطر ولها هامش الخطأ وارد أصلاً الاستمارة هي من أهم تقنيات البحث التي يعني هامش الخطأ فيها وارد وهي من أصعب تقنيات البحث وأدوات البحث خصوصاً في مجال العلوم الاجتماعية اللي في طبيعتها يعني مرتبطة ب اشتغال على ظاهرة اجتماعية متغيرة في الزمان والمكان مرتبطة بالخصائص النفسية والخصائص الاجتماعية المبحوث إلى غير ذلك وأن الباحث جزء من هذا المبحوث إذن ممكن الاستمارة هي أقوى في مجالات كمية أكثر منها في مجال العلوم الاجتماعية بالتالي فبالأحرى الاستمارة الإلكترونية لدرجة أن غالبا المهتمون ينصحون عندما الاستمارة من الأحسن ألا تترك الاستمارة للمبحوث أن يقوم بملئها وأن تقوم أنت بملء الاستمارة يعني تقدم الأسئلة وتكتب الإجابة تجنبا يعني بإمكانية ملء الاستمارة بطريقة لا تفي بالغرض إذا أصلا حتى وإن كانت الاستمارة في الميدان فيستحسن المهتمون ماشي أنا يستحسنون أن يقوم الباحث بملء الاستمارة بنفسه يعني مع المبحوث يعني أن يستجوب المبحوث وهو الاعتبارات متعددة الاعتبار ديال اللغة يعني الاستمارة موجبة بالفرنسية أو الإنجليزية أو العربية والاستجواب يكون بالدارجة وبالدارجة المحلية وبالتالي ينبغي تكون للباحث مهارة أن ينقل السؤال بطريقة سهلة مع الحفاظ على عمق السؤال ويتلقى الجواب ثم ينقل الجواب العربية بطريقة جيدة حتى يتمكن من أن يحافظ على من أن تحقق الاستمرار غرضه وذلك كثيرا يعني كثير من الأساتذة حتى من كنا طلبة في الدراسة العليا يعني كدوا لأن الاستمرار يعني هي ليست كافية وفي العلوم الاجتماعية بصفة عامة إلا إذا كان الهدف منها جمع المعطيات أما عندما يتعلق الأمر بالبحث في آراء الناس وتمثلاتهم وانطباعاتهم ومواقفهم ففي الحقيقة هي محفوفة بالمخاطر أنا شخصيا يعني شاركت في مجموعة من البحوث الميدانية في واحد الوقت فمن بين الوسائل التي قبل باش نشير لك الالكترونيه لاحظ المشاكل اللي كاينه في الاستماره الميدانيه باش يبان لك وكنا من اجل ان نكمل يعني ان نكمل ان تكمل الاستماره او ان تحقق الاستماره غرضها نضيف اليها الى جانب ملء الاستماره يكون لدينا يعني دفتر مذكرة نكتب فيها الملاحظات التي نراها قبل البدء في ملء الاستمارة وأثناء ملء الاستمارة وبعد الانتهاء منها يعني كل ما يجري من أمور وما أحاط بظرفية ملء الاستمارة لأن
كل شيء يؤثر على المستجواب، الى حضر احدى الناس يقدر ياثر عليه الى غير ذلك. اكثر من ذلك انه يعني اذا تركت الاستماره للمبحوث قد يتعاطى معها حسب ما تريده انت، يعطيك اجوبه حسب ما تريد، ناهيك على انه احيانا قد يكون المعيق ديال اللغه. يعني المجتمع اغلبيته لا يتقن اللغه العربيه، حتى المتعلمون قد لا يتقنون احيانا اللغه العربيه، فما بالك لغات اخرى. هذا لكن من طبيعه الحال الاستعمال ديال الاستماره الالكترونيه ممكن، ولكن ينبغي ان ياخذ بعين الاعتبار الباحث كل المخاطر وان يتنبه اليها، وان يكون قادر على ان يجيب وان يتجنب وان يجيب على كيف سيتجنب المخاطر المحفوفه بها الاستماره. اذا كانت الاستماره التي تملى في عين المكان مع المبحوث فيها مخاطر ويعني احتمال الخطا كثير، فما بالك بالاستماره الالكترونيه. الاستماره الالكترونيه الكميه يعني لجمع المعلومات هذيك لا مشكله فيها، لكن عندما يتعلق الامر باستماره كي قلت لك لاستخراج مواقف اراء تمثلات انطباعات مستوى الرضا، هذا النوع من ولذلك الكثير يرى بانها ماشي كافيه، يمكن الاستئناس بها، ولكن ربما راه في المحاضره ديال الاستاذ بنيس او قادري راه اجاب على هذا السؤال، يمكن ترجعوا لانهم ناس متخصصون في المناهج الامريكيه وفي تقنيات البحث الميداني، هم متخصصون اكثر من تخصصي انا، ومازال غادي نعاود نبحث على الجواب في هذا السؤال مع الاساتذه اللي كان عند متخصصون، نقدر نعاود الجواب نعطيه السي ابراهيم ممكن يوفقكم به انه، وبطبيعه الحال مع المناقشه مع الاستاذ اللي كياثركم. ننتقل للسؤال الثاني. اعتذر بالفعل انا تجنبت الحديث على القانون، يعني مع العلم انه ماده اساسيه من المواد التي يمكن ان تخضع للبحث. اولا انا شخصيا كنت درت واحد المحاضره، شاركت في واحد الندوه ربما في سنه 2014 او 15 بجامعه النزور كليه الحقوق حول المناهج والمنهاج الى غير ذلك، واشرت لانه اولا يصعب الحديث عن علوم قانونيه، يعني هناك فقه قانوني، هذا رايي الشخصي ليس ملزما لاحد. اولا القانون يمكن ان يكون ماده بحثيه، يعني يمكن ان يخضع للنقد للتحليل للتاويل، نعم صحيح، وقد يكون قد وهو يمثل من بين يمكن ان يكون جزء من مجتمع البحث، بمعنى نقدر نستعن بالنصوص القانونيه وتاريخ القانون، يعني المسار ديال التشريع في واحد المجال قد يساعدني على مناقشه اشكاليه ديال الاسره ولا ديال الشغل ولا ديال غيرها. اذا القانون يمكن ان يكون ماده للتحليل وللبحث وللنقد وللتأويل، نعم، لكن ينبغي ان نميز هذا الجانب بين وهنا كاين واحد المرجع نقدر من بعد نساعدكم به، هو كاين بالفرنسيه في هذيك الموقع ديال archive.fr على لا ميثودولوجي جوريديك، يمكن ترجع له انت كباحث في القانون، ولكن على حساب انا شوف واخا تنقول لك ترجع له، ولكن كناخذ بعين الاعتبار منطق البحث في القانون السائد في المغرب، يعني عموما المدرسه القانونيه في المغرب مع كامل احتراماتي لها غالبا ما تعيد فقط انتاج النص القانوني، وغالبا ما يسود الوصف، وغالبا ما يبقى الباحث حبيس المشرع وما انتجه المشرع، وبالتالي يعني هنا فين كاين التحدي. اولا لا وجود حسب معلوماتي وكنقولها ديما للطلبه في الفصل 5 في ماده الناجيه القانونيه، حسب معرفتي وحسب ما قراته وما ابحث فيه، قلبت من نهار خديت هذيك الماده ديال الناجيه القانونيه تندير ميثود دي سيونس جوريديك ولا ميثود دو ريشيرش ف
في القانون ما تعطيني والو. يعني لا وجود لشيء اسمه مناهج العلوم القانونية، لا وجود لها، يعني ما لقيتهاش اولا من ناحية البحث، يعني بصعوبة باش لقيت هذا الكتاب كبير ديال الميثودولوجي جيريديك، وتيبين فيه تميز ما بين يعني الفقه، ما بين الفقه القانوني وما بين الأبحاث القضائية وما بين الخبرة القانونية وما بين هادو مجالات والدراسات القانونية ليزيتيد جيريديك وما بين البحث العلمي في القانون. فالبحث العلمي في القانون موجود في العالم، هناك أنثروبولوجيا القانون، هناك سوسيولوجيا القانون، هناك تاريخ القانون، هناك الاقتصاد السياسي للقانون، موجود هذه الأمور موجودة، هناك فلسفة القانون، بمعنى أن القانون هو قد يكون موضوع للأنثروبولوجيا، أن تخضع الأنثروبولوجيا القانون للتحليل والنقد والتأويل والتفسير. هنا منين كنكون مع الطلبة ديال الفصل 5 كنستحضر واحد المقولة ديال إيميل ديركان، راه تلقاوها في الكتاب ديال لي ميثود دي سيونس سوسيال ديال مادلين جرافيت، المقدمة في البداية في التقديم خدات واحد الجزء من محاضرة لإيميل ديركان في 1888، كان دارها في شي كوليج في فرنسا، وكان قصد أنه يوجه الخطاب لأساتذة القانون وطلبة القانون في ذاك الزمن في فرنسا، لأنه في ذاك الزمن كانت يعني المدرسة القانونية كانت متعصبة للاقتصار على تفسير النص بالنص، إلى غير ذلك مدرسة الشرح على المتون. فمن استدعوه لهذه المحاضرة كانت له فرصة بأنه يلمح لأنه التعاطي، الطريقة التي ندرس بها طالب القانون في الكلية يعني ينبغي إعادة النظر فيها، فقال كلامه هذا، قال بأنه طرح سؤال ما هي وظيفة طالب القانون سواء كان يقرأ ولا باحث، أجاب بأن مهمة الباحث، مهمة طالب القانون هي الكشف، وهذه كلمة الكشف راه هي فاش بدأ المنهج ديال التجريبي ديال التفسير اللي غادي يبني عليه إيميل دوركايم وغيعطينا السببية وغيعطينا بزاف د الحوايج، هو الكشف عن الوقائع لي في والحاجات لي بوزوان التي كانت وراء إنتاج نص قانوني ما. للأسف هذا الشيء ما كيتخدمش عليه في المغرب إلا قليلا، قليل اللي كيشتغل في المدرسة القانونية على أنه يمشي يبحث لنا على شنا هي الوقائع، شنا هي الدوافع، شنا هي الحاجات يعني التي دفعت إلى إنتاج نص قانوني، ومن ثم كنديروا نقد القانون. حتى إلا بغينا ننطلقوا من مثلا نقدروا في التخصص القانون ننطلقوا من قراءة نقدية لواحد القانون. ما معنى قراءة نقدية؟ هو نشوفوا إلى أي حد هذا القانون فعلا يمكن من تحقيق الغاية التي وجد من أجلها. لماذا القانون؟ وهنا مهمة فلسفة القانون، بمعنى راه ما كايناش مناهج خاصة، سامحني ندرس واحد الدورة باش نجاوبك، ما كايناش مناهج ديال القانون ديال العلوم القانونية أو القانون، نفس المناهج ديال العلوم الاجتماعية نستعملها كيف؟ وأنا هنا كنشكر أحد الأساتذة اللي دخلوا في القانون الخاص في جامعة بن زور، تنذكروا هنا الأستاذ القيدوم ديال القانون الخاص في جامعة بن زور اللي يلاه بدأ فيها القانون هذه 15 سنة، يعني الأستاذ بلوش منين دار الماستر ديال القانون المدني المعمق دخل واحد المادة للطلبة فلسفة القانون، ومشكور على هذا الأمر، لأن هذا من ديال الأمور اللي خص الطالب يقراها اللي بغى يبحث في القانون، فلسفة القانون. إذا المدخل الفلسفي للتحليل القانوني هو باش تبني ذاك منهجية التفكير في القانون، ما هي الأسئلة التي تريد أن تطرحها على القانون. وإلى جانب فلسفة القانون كاينة سوسيولوجيا القانون، ما معناه، ما هي إلى أي حد يؤدي القانون وظيفته الاجتماعية، ما هي وظيفة القانون الاجتماعية. ننطلق من المسلمات ديال أن القانون
ومجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد والجماعات داخل مزيان. وشنو الهدف؟ الهدف هو الاستقرار في المعاملات، هو الاستقرار الاجتماعي، هو السلم الاجتماعي، وفي الأخر الاستقرار السياسي. إذا أنا غنجي نقولوا إلى أي حد قانون الأسرة الذي تم سنه سنة 2004 ولا 5 فعلا ساهم في استقرار الأسرة؟ هل بغينا إلا بغينا نشتغلوا في القانون الخاص بشكل جيد بأن أخضع القانون للمسألة؟ وباش نجاوب على هذا السؤال راه غنجيب المناهج ديال العلوم الاجتماعية. إذا غادي نمشي نجاوب على سؤال لماذا القانون، وغنمشي لفلسفة القانون. ما هي وظيفة القانون؟ الوظيفة الخفية والوظيفة الظاهرة. إذا أنا بغيت نجاوب على وظيفة القانون، شو سنقرا؟ غادي نمشي نقرا ميرتون، المنهج الوظيفي البنيوي اللي كيتكلم فيه على الوظيفة الظاهرة والوظيفة الخفية والخلل الوظيفي إلى غير ذلك. ولكن للأسف، للأسف مع كامل احتراماتي للمدرسة القانونية في القانون الخاص، أن لا تجد صدى إلا قليلا في بحوث الدكتوراه والماستر عند الطلبة في هذا الشيء، لأنه أصلا في التدريس القانون الخاص مستبعدة هذه الأمور، قليل قلما نجدها. أن نفتح طالب ديال القانون على العلوم الاجتماعية، على سوسيولوجيا القانون، أنثروبولوجيا القانون، إلى أن نخدموا على العرف، علاش المغاربة كيخرقوا القانون؟ هذا سؤال مهم في البحث في القانون. علاش ما كاينش الامتثال للقانون؟ علاش تزاد الطلاق؟ بغينا ندرسوا قانون الشغل، بغينا ندرسوا قانون التعمير والتجزئات، بغينا ندرسوا القانون العقاري. وهنا تنعاود نستحضر السي عبد الصمد عفيفي، احدى المرات وانا باقي موظف كلية حقوق مراكش، في المكتب كان واحد النقاش بيناتنا حول القانون، وقال واحد الفكره مهمه قرا عليها وقال لي القانون هو حامل للسياسه عموميه او آلي لتنفيذ السياسه العموميه. بمعنى القانون فيه السياسه، هذا ما لا يريده مدرسه القانون، لا تريد تستبعد هي هذا الامر. حين القانون فيه السياسه، داروا هنا السياسيين، وراه مصالح، وراه فاعلين، وراه خلفيه، وراه ايديولوجيا، وراه قيم. اذا خصنا نجيبوا المدارس اللي كتحل القانون. كاينه المدرسه الوضعيه، كاينه المدرسه النقديه، كاينه المدرسه الماركسيه، مدرسة السوسيولوجيا، المدرسة، يعني كاين مدارس وهي ديال العلوم الاجتماعية. بمعنى بالنسبة للأخ اللي سول، راه ما كاينش شي حاجة سميتها مناهج العلوم القانونية. ولذلك أنا كنشوف الكثير من الأطارح كنشدو، كنلقى أن الطالب تيقول لك سأعتمد المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. أولا ما كاينينش، ما كاين لا منهج وصفي لا منهج تحليلي، كاين الوصف وكاين التحليل. وللوصف في التحليل مناهج، مناهج الوصف ومناهج التحليل، ولكن راه هو تيقصد بالوصف ويوصف لنا غير القانون. تيعاود لينا اش قال المشرع، انا ما عندي ما ندير بهذا الشيء. ولا يجيب كاع اللي اجتهد كيجيب الاجتهاد القضائي، ما كافيش. اذا المشكل هو انه مدرسه القانون، وهذا ترجع الادبيات المدرسه في فرنسا، ولكن حنا عندنا ديجا تاثير ديال مدرسه الفقه، يعني المدرسه الفقهيه اللي كانت في المدارس في العتيقه واللي كانت في القرويين وغيرها، واللي هي عندها مناهجها، ولكن اثرت على 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 الناس ديال القانون، زائد مدرسه الشرح على المتون، وبالتالي خلات يعني البحث في القانون كتلقى الطالب يعني كيعاود انتاج ما قيل يعني في الاسم. فهذا الشيء علاش تجنبت باش ما ندخلش في هذا النقاش اللي في الاخر دخلتيني ليه، باش داك الشيء تجنبت نتكلم على القانون. بالنسبه الي يعني القانون بالتالي، ف أنا بالنسبة لي البحث في القانون هو في آخر المطاف خصنا نميزو ما بين الخبير القانوني وما بين القاضي، عمل القاضي، والفقيه في القانون، الفقيه، فقيه قانوني اللي كيعطي رأي قانوني، وما بين البحث، الباحث في القانون. الباحث في القانون في رأيي ينبغي أن ينطلق من أسئلة ارتباطا بسؤال لماذا القانون، سؤال ما هي وظيفة القانون وهل يؤديها أم لا، وكذلك كيف ينتج القانون. أنا تمنيت أحد الأستاذ
اذكره انا كيعجبني نذكر اساتذه اللي استفدت منهم. استاذ محمد بوستا استاذ القانون الخاص بالفرنسيه في مراكش كان عندي معاه نقاش طويل، وكان يتحسر انه له علاقه مع مركز مع مختبر بحث في فرنسا تشتغل على تاريخ القانون، وكثير من المنح كيجيبها ولا يجد طالبا يشتغل على تاريخ القانون، كان يحتوش على تاريخ القانون. مهم ان نبحث كيف جاء هذا القانون، كيف انتقل المغاربه من القانون من العرف الى القاعده القانونيه التي تشرعها الدوله. اذا كاين اسئله مهمه في البحث العلمي في القانون، ولكن للاسف راه ما كايناش غالبا، ما كايناش في الجامعه المغربيه كليات الحقوق ما كايناش. علاش تجنت انني تكلمت على العلوم العلوم السياسيه؟ لان يعني بالنسبه لي القانون يعني البحث في القانون هو بحث خصو يدخل يعني اما في نقد القانون او البحث في وظيفه القانون، بالتالي راه غادي ندخلوا العلوم الاجتماعيه، وراه ولدي غتلقى لنا نفس المناهج اللي كاينه، ما عندناش حتى منهج راه مثلا ملي كنجينا للطالب تيقول في الدكتوراه ديالو كلها كيقول لي ماذا قال المشرع، ما شناهي ماذا قال الفقه، ماذا قال القضاء، صافي تيوقف هنا وتيدور في هذيك الحاله، وتيجي الخلاصه ديال الدكتور يقول وتوصيتنا ان على المشرع ان يعدل الفصل كذا وكذا وكذا وكذا. بناء على ايش؟ داكشي اللي كتبتي راه ما كافيش باش تقول خصو يعدل داك النص، لانه باش تقول خصو يعدل خصك تشوف يعني خصك تدرس الدائره في ابعادها، ما كافيش العمل القضائي. وحتى في العمل القضائي لابد تخدم العمل القضائي، هل تحت لك الفرصه ان تقوم بمقابلات مع القضاه؟ هل قمت بمقابلات مع المحامين؟ هل قمت بمقابلات مع المتقاضين؟ هل مشيتي للمقابله؟ اذا راه ما كايناش ولدي مناهج خاصه بسميت نفس المناهج ديال العلوم الاجتماعيه، حتى العلوم السياسيه ما عندهاش مناهج جابتها من العلوم الاجتماعيه، بمعنى كاين العلوم الاجتماعيه والاصل هو علم الاجتماع، والاصل هو علم الاجتماع، وراه كاين ولدي الا بغيت تبحث راه كاين سوسيولوجيا القانون، كاين انثروبولوجيا القانون، كاينه كتابات، غير انا ما ننصحكش بها حتى تشوف مع الفريق اللي تسجلتي فيه الدكتوراه والمختبر وهل هو منفتح على هذه الامور ام لا، باش ما تمشيش دير شي حاجه تندم عليها في الاخر. شكرا جزيلا. اذا طولت في هذا، ولكن لانك استفدتي من هذا السؤال وكنت مضطر نوضحه. تفضل السي ابراهيم. شكرا جزيلا، تحياتي استاذ الخضيري، شكرا جزيلا على المداخله القيمه. هو في الحقيقه جاتنا مجموعه من التساؤلات على الصفحات الفيسبوك التي يعني تم فيها هذه المحاضره، غير الاستاذ لان الوقت يداهمنا غادي نعطيك فقط بعض التساؤلات. السؤال الاول، عاده ما نقدم الجانب النظري في البحوث الميدانيه على الجانب التطبيقي، فهل يمكن ان نخرق هذا العرف ونجعل التطبيق هو الذي يوجه التنظيم؟ هذا السؤال الاول. نقدم الجانب النظري على الجانب التطبيقي، نعم. سؤال ثاني، كيف يمكن تحصين البحث العلمي في ظل تعدد مصادر المعطيات؟ كيف يمكن؟ سؤال ثالث، اسمح لي، كيف يمكن تحصين البحث؟ نعم، مشكل تعدد المعطيات والمراجع، كاين واحد التدفق. نعم صافي فهمت. نعم طبيعة الحال. ثم سؤال موالي، هل يمكن استخدام الباراديغم منذ المرحلة الأولى للبحث أم أنه يتم الاعتماد عليه في المرحلة الثالثة؟ نعم. سؤال موالي، ما هي المناهج الأكثر استعمالا في بحوث العلوم السياسية؟ نعم. إذا نكتفي بهذه الأسئلة. واخا نكتفي بهذه الأسئلة لأن راه حاولنا نجمعهم كاملين. واخا الوقت تفضل أستاذ. إذا نبغي نشير مرة أخرى نظرا أن الفرصة متحت أنه تفاصيل أخرى حول ما كنت أريد مناقشته راه موجودة في المحاضرة، في محاضرة سابقة يعني في الفيسبوك في اليوتيوب وغيرها حول مشروع البحث. انا نعطيكم العنوان ديالها من بعد.
باش نقدر نتفرغ لهذه الاسئله. اولا وهذا الموضوع ديال الجانب النظري والجانب التطبيقي كنت في المحاضره ديال الاستاذ قديري طلبت منه ان يوضح للطلبه ماذا يقصدون بالجانب النظري، لان هذه الكلمه راه مبهمه واحيانا تكون مغلوطه عند الطلبه. راه ما يمكنش شي طالب يدير البحث العلمي وهو لا يفكر منهجيا، ولكي تفكر منهجيا لا بد ان تكون لك خلفيه نظريه. المقصود هنا بالنظريه ماشي الايديولوجيا، ماشي افكار عامه ديال شي مفكر، لا، هناك مدارس، هناك نظريات ناقشت الموضوع الذي تريد ان تشتغل عليه. اي موضوع يخطر على بالك تعلق بالقانون، باش نذكر القانون، او تعلق بالسياسه، او تعلق بالاقتصاد، او تعلق بالمجال، او تعلق بالتراب، او تعلق بالطبقه، او تعلق بالاحزاب، او تعلق ب ب ب ب ب بالاشخاص وضعيه اعاقه، او اي موضوع يخطر على بالك في العلوم الاجتماعيه بكل تلاوينها، لابد وان فيه علماء باحثون يعني ناقشوا واسسوا لمنهج لطرق عقلانيه منهجيه علميه للتفكير في الموضوع ولمناقشه الموضوع. فما يمكنش انت غادي تنطلق من صفر، راه الميدان فيه بزاف ديال الناس، فيه الخبراء والصحفيين والسياسيين وكثير من الناس اللي كاينين في الميدان. شنو اللي غيميزك عليهم؟ راه الصحفي ما عمر كان شي صحفي كيدير صحيفه بلا ما يقرا الجنس الصحفيه، يقرا الروبورتاج شنو هو، والتحقيق شنو هو، والحوار شنو هو، واستطلاع الرأي شنو هو. ما عمر شي صحفي نزل كيدير الصحافة، ومن بين اللي طرح مشكل في الصحافة نهار ظهرت الصحافة الإلكترونية هو هذا، هو أنه ظهور الهوات أو حتى أشبه الهوات، واللي ما عندوش، وكثير من الناس يعني سقطوا أنفسهم في المسؤولية الجنائية بسبب أنه دخلوا واحد العالم ديال الصحافة لا يفقهون فيه شيئا. فكل مجال له أدواته وله معارفه. إلا كتقصد بالنظري هو أنك حتى تكتب الفصل الأول من الكتب، راه ماشي بحث. هذا المنطق البحثي بعدا خصنا نزولوه، ماشي أنت غدير لي القسم الأول تهزو من الكتب من هنا ومن هنا، راه ماشي بحث. أنا ماشي هكا كنبحثو نهائيا. الإخوة خصنا نعيدو النظر في ما معنى أن تبحث، ما معنى أن تنجز معرفة علمية، ما معنى أن تنتج معرفة علمية، ما معنى أن تنتج علما حول موضوع ما، حول مادة ما، حول إشكال ما. أخصنا نفهمون ما كاينش شي حاجة سميتها النظري والتطبيقي، ما كايناش. كاين إشكال، لاحظوا راه من الأول كنتكلم، كاين سؤال بحث إشكالية تحول سؤال البحث أو الإشكالية، تستخرج منه المفهوم المركزي في البحث، تستخرج المفاهيم الفرعية من المفهوم المركزي من البحث، تحول المفاهيم إلى متغيرات. رجعوا عند الأستاذ قديري مش عند الأستاذ بنيس، وعند الأستاذ مسعدي، تحول المفاهيم إلى متغيرات لفاريابل، وتميز ما بين أنواع المتغيرات، لكن أنواع. ثم بعد ذلك تضع المؤشرات، وبالمؤشرات تحدد، او قبل المؤشرات مع المتغيرات كتقول ايوا انا دابا باش نختبر هذه الفرضيات وهذه المتغيرات، واش غادي نمشي للميدان، واش غادي نخدم على الارشيف، واش على الخطاب، واش على القانون كماده، علاش غادي نخدم. كطرح هذا السؤال، منين كتجاوب عليه عاد تقول ايوا شنو هي الاداه المنهجيه اللي بها غندير هذه الخدمه، واش الاستماره، واش المقابله، واش تحليل المضمون، واش التحقيق، واش 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 واش. ما كاينش حاجه سميتها النظري والتطبيقي، ما كايناش هذه التسميه، نردوا ليها البال باش ما تعنيش حاجه، ما تعنيش بانه انت راه كملتي
من هنا ومن هنا وبتكمل بالبحث الميداني. لا منين كان بغي نصيغ، شوف راه اخر شيء كنديروا هو التصميم، راه الغلط اللي كيديروا الكثير من الطلبه هو منين كيدير التصميم يلا شد الموضوع كيدير لك ورقه بحثيه، تشد معاه الموضوع شهر كيجيب لك ورقه بحثيه كيجيب معاه التصميم، سبحان الله كيدير ليها. راه عندنا اخطاء كثيره تراكمات في الجامعه خصنا نصحوها، ليس لدى الجامعه كاين البعض عنده هذا المشكل. اذا بدانا خصنا وعافاكم رجعوا، راه كاين ناس تكلموا احسن مني، انا كنحيل ونحيل 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 بالنيس قديري مساندي وغيره 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 باش يتفهموا مزيان عافاكم. اذا ف خصنا يعني اللي نقدر نقول على النظري باش نصحها ما تسميهاش النظري. تقدر مثلا طبيعه الحال راه ما يمكنكش تنزل الميدان وانت يا ما قريتيش الدراسات السابقه، هذاك الموضوع ديالك راه فيه ناس كتبوا. اذا كاين اولا الخلفيات النظريه، العلماء والباحثون الكبار الذين ناقشوا الموضوع ديالك، ناقش تناقشت الاسره وتناقشت المقاوله وتناقشت الدوله وتناقش الحزب وتناقش المجال والتراب وخير والانتحار والاعاقه والتشرد وغيرها والفقر، كل شيء تناقش. وفيه علماء كبار عطاونا ابيستيمولوجيا، عطاونا مناهج كبرى للتفكير واللي كتفكر مزيان. وقبل من هذا الشيء عندك لي زيبيستيمولوج فلسفه العلوم، عندك باشلار ايميل دوركايم، اوغست كونت، ماكس فيبر، توماس كون، كاينين اسيدي هادو ناس العلماء، هادو هما ديال المنهجيه ديال علميه العلوم الاجتماعيه ليبيستيمولوجيا المعرفه، هادو راه خصك تقرا عليهم بعد تقاد لك دماغك ثم تقرا على الموضوع ديالك. ماشي انت يا الاول غتبحث في الموضوع تمشي ديريك كتبحث، كاين الدراسات السابقه سول عليها، قول اسيدي الله يرحم الوالدين شكون اللي بحث في هذا الموضوع قبل مني، غتلقى شي واحد بحث هذه 10 سنين 15 عام 6 سنين 30 عام كاع، وجيب الدراسات وانت مازال ما قريتيش الدراسات السابقه ما خرجتي منها والو، ولكن ماشي تصميم وتبدا تكتب انت، لا 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 تقرا الدراسات السابقه كتخدم بالملفات وهذه مزيان نشير لها، اشتغلوا بالملفات. ملف مثلا ديال هاد الخلفيه النظريه مثلا، كنعطي مثال ملف الدراسات السابقه مثلا، الى عندك شي متن بتخدم على القوانين ولا بتخدم على الوثائق ولا تقارير ولا شي حاجه بتخدم عليها وجدها، راه الاسئله اللي يلاه طرحت قبيله واضحه وجد عفاك، جمع بعدا البيانات، سير المقرات الحكوميه الادارات الاحزاب الجمعيات النقابات الغرف المهنيه مقاولات، عندما غتجيب المتن الكم يعني التقارير اشنو حطوا خدموا بملفات، ماشي انت حط لي تصميم وكتعمر، انا ليس بحثا، اخر ما كندير هو التصميم كيطلع التصميم كيطلع، ماشي كتحطو انت نقاد كدا تعمر. هذا الله يذكره بخير الاستاذ جاري مصطفى بمراكش يقول لك من هنا ومن هنا وقل هذا كتابنا، تحط الكتب وكتبدا تحنش، هذا ليس بحثا بالنسبه الي، لا قرا وعرف اش بغيت تقرا، الدراسات السابقه في موضوعك قراها بعداك، كيفاش غتنزل للميدان؟ ماكاينش حاجه انت تنزل للميدان الا الباحثين الكبار اللي داروا وخصوصا اللي كيخدموا على التحليل الكيفي، شار ليها الاستاذ بنيس رجعوا ليه، واللي كينزل للميدان ومن الميدان عاد كيرجع، ولكن راه مسلح بالمنهج مسلح بالمنهج، وهذا مستوى اخر من البحث، مستوى اخر من البحث. انت يلاه بحث الدكتوراه مازال صعيب دير هذه العمليه، دوك يكونوا باحثين كبار تينزل للمسح المعاينه والغيره ومن تما كيطلع النظريه، يعني ينطلق من التطبيقي ماشي باش يرجع النظريه لينتج نظريه ماشي يرجع النظريه. سؤال ثاني مهم جدا، لانه اليوم ما بقاش عندنا المشكل في المراجع، وعيب ان باقي شي واحد يكتب في البحث ديالو
صعوبات لم من بين الصعوبات قله المراجع ما مقبولاش هذا حيت الا بغيتي البحث العلمي ما غاديش تقرا بالعربيه بوحدها ما يمكنش المراجع موجوده متوفره وباقل تكلفه كاين مجلات كتب مقالات في الانترنت علميه كنهضر على العلميه مقالات علميه مجلات علميه كتب علميه في الانترنت ناهيك على انه تزايد توفر الخزانات والمكتبات والقرب يعني التواصل يمكن التواصل مع ناس في دول اخرى ويرسلوا لك المرجع لان هذا المشكل المرجع اللي صعيب الان هو كيفاش دير ما يسمى باقتصاد المعلومه كيفاش تدبر هذا الكم فهذا المساله ديالو سهله الا مشينا بهذاك المنطق اللي حطينا في الاول انه تكون انت عارف الموضوع ديالك اللي بيتبعث فيه ما يكونش الكتاب اللي قريتيه يجرك لواحد اتجاه راه خصك تعرف الموضوع ديالك وباش تعرف الموضوع ديالك كنعاود نرجع قلب على يعني بالاضافه لهذا الجانب المنهجي اللي تكلمنا عليه الكبير قلب على 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 حات رصينه اللي دارت في ذاك الموضوع ديال قرا على الناس وهنا راه ما يمكنش الا تسول راه لابد انك تلقى ناس تسولهم شنو تكتب في هذا الموضوع يعني الكتابات العلميه اللي تكتبات في ذاك الموضوع ديال واحد اربعه ولا خمسه ديال الكتابات مزيانه في الموضوع ذاك هي باش تبدا ما تبقاش تقرا كل شيء من كتقرا هذيك الدراسات السابقه اللي مرتبطه بذاك الموضوع ديال كون لابد من ان يساعدك الباحثون والمجربون هي اللي كتخليك من بعد كتولي كتقرا تطلع على المقال كتقول هذا ما ينفعنيش كتاب هذا ما ينفعنيش هذا غينفعني فيه غير هذا الفصل ولكن المرحله الاولى هي انك تقرا الدراسات السابقه اللي عندها علاقه مباشره بالبحث ديالك البحث مباشره البحث ديالك هي باش تبدا هذا هو الحل اللي عندنا باش نتجنبوا وخصي يساعدوك الناس لا بد ديما خص تبقى في الاستشاره دائما بمعنى هنا ما غاديش يكفينا هذه المحاضره هكا بهذا الشكل لا خص تطير اخر هو انه كتكلم معايا وكتقول لي الموضوع ديالك كنتفقوا فيه كنقول لك شوف مع هذا السيد راه غادي يرشدك كنقول لك اودي انا راه قريت في هذا الكتاب الفلاني على هذه يعني هنا كيخص المصاحبه الفرديه لكل واحد فيكم ما كيكفيوش هذا النوع ديال المحاضرات اللي غير تنويريه الباراديغم لا الباراديغم راه في الوقت اللي الى عقلتي وقلت لكم بانه المحطه الاولى في البحث هي والمحطه الثالثه راه متقاربين راه ملي تكون تقرا الدراسات السابقه وكتقرا دراسه الابستيمولوجيه ديال المنهج راه تما كتبدا كتستحلي كتميل كيعجبك واحد الباراديغم مثلا كتلقى شي واحد مشى مع إيميل جيركين شي واحد مشى مع فيبر شي واحد مشى مع توماس كون شي واحد مشى مع ما عرفتش يعني بالنسبه للجغرافيا ما عرفتش الاسامي مشى مع مثلا موسكوفيشي مدرسه علم النفس الاجتماعي هو كتلقى راسك مع الوقت راه بدون ان تشعر تجد نفسك تتبنى يعني واحد الباراديغم بان لك زوين في التحليل مفهوم مثلا الباراديغم التبعيه ولا باراديغم النمذجه ديال اللي كيدير في بال ولا غير اذا فهنا يعني ممكن ان الباراديغم يتولد عندك ولكن انت غتحتاجه اكثر راه غتحتاجه اكثر في التحليل وهو راه الا ما تبنى عندك في المرحله الاولى راه ما غاديش تلقاه في المرحله الثالثه حيت هذا التمييز اللي درت انا راه ماشي مفصول انا غير حاولت نعطيكم واحد التمييز باش غير نفهمكم يعني اودي المناهج تعملوا معاها هكا راه كاين شي مناهج غتحتاجوها في هذه المرحله وفي هذه المرحله ولكن من بعد راه كاين علاقه ما بين المرحله الاولى والمرحله الثالثه راه الطالب اللي كيكون تيدير تحليل عميق الدكتوراه ديالو هو داك اللي بناه في المرحله الاولى راه مزيان واحد العام ولا عام ونص العامين راه مزيان انك تشبع ولكن غير تعرف اش غادي تقرا وهنا كي قلت خص الارشاد خص التوجيه خص المصاحبه تسول تقلب طلع هبط طيح ونوض تقرا بعض ما شيت الكتب ولا اربعه وتلقى في الاخر ما عندك ما دير بهم ولكن ما كاين باس هذا هو البحث يعني العلمي ولكن كل ما لقيت شي حد يوجهك ويرشدك باش تقتصد الوقت ودير الدكتوراه ديك 3 سنوات ولا 4 مزيان غيكون مزيان
شوف الاستاذ مساعديش على واحد النقطه، راه ما كايناش مناهج اكثر استعمال مناهج، يعني ما نقدرش زعما نجاوبك على هذا. اولا الفكره اللي بغيت نقول اللي شاروا الاساتذه قبل هي راه ما غاديش تستعمل واحد المنهج كله، راه ما يمكنش واحد يجي يقول لنا بغيت نستعمل المنهج البنياوي هكا ويكتبها او النسقي او 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 او، راه ما الان كنشتغلوا بزاف بما يسمى بالمقتربات او المقاربات لي زابروش، حيت هذه الكلمه ولا عندها معاني بعض المرات متناقضه. ما كنهضرش على المقاربات التنمويه اللي كتسمعوا عليها، ما كنهضرش على داكشي، لا كان على المقاربه الانثروبولوجيه، المقاربه الفهميه، المقاربه السوسيولوجيا، المقاربه النقديه، يعني هذا هو اللي كنقصد بالمقاربه. بمعنى انه في الاخر انت ما كتستعملش منهج كامل، تسترشد به حسب الحاجه، كتقول ودي انا ما غينفعنيش، غينفعني التحليل الوظيفي البنيوي غينفعني في هذا النقطة ديال ميرتون، لان بغيت نخدم به هذه. ولكن من بعد غادي نمشي عند كلوزي، غادي ناخذ من عنده مفهوم الاستراتيجيه اللي نحتاجه. اذا راه ماشي كنقول نجيب واحد منهج كامل ونحطو وغادي نخدم به، لا. وهنا في المهم ديما المساعده ديال اللي سبقوك. ف العلوم السياسيه راه واحد الحقل اللي طور بزاف، ونقدروا نقسموا الحقل المعرفي ديال العلوم السياسيه لواحد ثلاثه الحقول كبيره واخا هي متكامله. وهاد ثلاثه الحقول مختلفه حسب حتى المدارس. علم السياسه راه ظهر بالمفرد في الاول، ظهر في امريكا في الولايات المتحده الامريكيه، وهو مباشره انطلق من الميدان، من يعني من الاشتغال على الظاهره الانتخابيه والظاهره الحزبيه، والاشتغال على الصحافه، الضغط، يعني الضغط، يعني اهميه الضغط وصناعه الراي العام. ثم بدات العلوم السياسيه في الولايات المتحده الامريكيه، لذلك لا فرق بين علم الاجتماع السياسي والعلوم السياسيه في امريكا. لكن هذا التصنيف اللي كنديروا حنا بزاف طاغي علينا فيه فرنسا. فرنسا كانت ترفض العلوم علم السياسه رفضا مطلقا. كليه الحقوق في فرنسا، وهنا كنعاود نرجع للناس للقانون، راه فرنسا كليات الحقوق القانون العام والخاص رفضوا دخول العلوم السياسيه كحقل معرفي في الكليه، رفضوه، ممنوع. والناس ديال علم الاجتماع رفضوه لمده طويله في فرنسا، هو يعني تبلور في امريكا وفي الدول الانجلو ساكسونيه، ماشي في فرنسا اللي حنايا ماطر علينا بشكل كبير. لذلك مين كنبغوا نصنفوا الحقول المعرفية، حيت الحق المعرفي هو اللي غادي يعطيك المنهج. كاين عندنا يعني واحد المرحلة كانت علم السياسة طاغي عليه، يعني التحليل المؤسساتي، وهو امتداد للقانون الدستوري. بمعنى جاءت العلوم السياسية في فرنسا لكي تبين يعني محدودية قدرة القاعدة الدستورية على تأطير الظاهرة السياسية، وتبين بأن الظاهرة السياسية وعلاقة السلطة لا يمكنش نأطرها بالنص الدستوري، وإنما اللي كيأطرها وكيحكمها هو التحالفات وعلاقة المصالح والتحالفات السياسية إلى غير ذلك. فهنا تبين بأنه يعني بأن علم السياسة أصبح مهما لكي نبين يعني كيف تشتغل المؤسسات السياسية، كيف تشتغل الأحزاب السياسية، كيف يعني العمل البرلماني، العمل الحكومي إلى غير ذلك. هكا بدا يعني ثم من بعد انتقلنا لمرحلة أخرى اللي هي الاشتغال على إشكاليات أكبر وأهم. طبعا الحال جاء الاشتغال على الانتخابات، على الظاهرة الحزبية. من بعد مشينا يعني المواضيع أخرى متعلقة بالمشروعية، نتكلم على فيبر وأنماط المشروعية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، علاقة الدولة بالمجتمع. جاء موضوع ديال إشكالية التحديث، جاءت إشكالية الديمقراطية، جاء إشكالية الانتقال الديمقراطي، وهكذا يعني كتظهر في كل مرة. ولكن إذا نقدروا نقولوا بأنه عندنا علوم سياسية تركز على المؤسسات، على الدولة كمؤسسة، وعندنا علوم سياسية تركز على 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 علاقات السلطة، على علاقات السلطة. وكاين مستوى آخر من العلوم السياسية الذي يركز على 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 السياسات العمومية وعلى فعل الحكومات وفعل الدولة. وهذا هو البعد الأمريكي في العلوم السياسية كما يقول البعض. وبالتالي
هناك من طبيعة الحال كل حقل من هادو يعني طور مناهج، فبقات المناهج كتطور وهي كلها كنجيبوها من العلوم الاجتماعية. يعني خلمت في العلوم السياسية راه يعني علوم اجتماعية، لأن في الأخر راه موضوعها هو العلاقات الاجتماعية، علاقات السلطة هي علاقات اجتماعية، كل ما علاقات دول المجتمع راه فيها يعني إذا الظاهرة السياسية هي جزء من الظاهرة الاجتماعية الكبرى، وبالتالي راه هناك. لكن من بين المناهج بطبيعة الحال اللي كانت في واحد المرحلة مهمنا هو التحليل النسقي. علاش؟ لأن دافيد إيستو يعني منين بغى من عندما أراد أن يجرب مفهوم النسق، وبالمناسبة مفهوم النسق جاء باش لكي يجد نوع من التكامل ما بين الوظيفة والبنية، كانت الوظيفية والبنيوية، البنية الشغل على البنية والوظيفة. ثم جاءت البنية والوظيفة ديال ميرتو، وجاء التحليل النسقي باش يبين يعني العلاقة بين هذين. ودافيد إيستو رغم الانتقاد التي وجهت له من وراء تركت بارسونس، يعني طبق هذا المفهوم النسق كمفهوم أساسي. هذا من بين المفاهيم الأساسية، طبقوه على الجانب السياسي، فخدم على النسق السياسي، فحضى هذا المنهج رغم الانتقاد الجدي، حضى واحد الأهمية تحليل يعني التحليل السياسي لواحد المرحلة كبيرة. ثم كاين مناهج أخرى يعني متعددة، الأنثروبولوجيا السياسية تمدنا بأدوات للتحليل، كذلك الاشتغال على عندما نركز على الثقافة السياسية وعلى جانب الرمزي في الحياة السياسية، يعني السياسي كمعطى رمزي وليس كمعطى مادي. عفوا نشعل الضوء باش من بعد هذا التحليل النسقي كنقول لكم غير زعما هذا ماشي غير تنقول لكم ما الذي عرف كثيرا مثلا على حساب تجربتي، يعني مازال ما طويلاش بزاف يعني في الجامعه ديال القطعيات ومن جيت لهنا وفي تفاعل مع جامعات الحسن الثاني الدار البيضاء والمحمديه وجامعات محمد الخامس في الرباط، هو انه يعني مرحله معينه كان التحليل الماركسي، وكان يعني التحليل النسقي، وكذلك كان سائد التحليل الانثروبولوجي خصوصا التحليل الانقسامي ديال واتربوري، يعني اللي بنى على الانقسام ديال ايميل دوركهايم وعلى ايفانس باريشارد وغيرهم. فالتحليل الانقسامي كان حاضر في تحليل الاحزاب السياسيه وتحليل المشهد السياسي المغربي. من بعد يعني منين جاء واحد المنهج اخر يعني اللي ساد هو التحليل الاستراتيجي، وهو امتداد للتحليل الفيبيري. بالمناسبه فيبر حاضر بقوه، يعني السوسيولوجيا الفهميه حاضر بقوه في العلوم السياسيه. ومن بعد جاء كروزي اللي طور يعني دار قراءه نقديه للتحليل الفيبيري، وقراءه نقديه كذلك للتحليل النسقي، وقدم لنا منهجا جديدا سميته سوسيولوجيا التنظيمات، ويسمى بالتحليل الاستراتيجي. التحليل الاستراتيجي الذي يركز على مفاهيم موجوده في التحليل النسقي، مفهوم السلطه، ولكن اضاف مفاهيم اخرى بناء على انه لان كروزي اتيحت له الفرصه ان يدرس بامريكا واشتغل على سوسيولوجيا العمل، وبالتالي هذا أتاح له أن يعود إلى فرنسا ويشتغل على البيروقراطية الإدارية في فرنسا، واشتغل فيما بعد على مواضيع أخرى، وقدم لنا كتب مهمة، يعني كتاب القاعدة والسلطة، وكتاب الفاعل والنسق، كتاب آخر ثالث نسيت اسمه. فالتحليل الاستراتيجي كذلك له أسس منهجية يعني يركز عليها، وأهم شيء فيه هو أن التحليل الاستراتيجي يركز على مفهوم الفاعل، مفهوم الفاعل ومفهوم الفعل. وهنا كذلك التحليل الاستراتيجي خرج من منطق البنية والنسق، البنية والوظيفة، وذهب إلى التفاعلية ما بين النسق، ما بين البنية وعناصر البنية، أي أن العناصر البنية الفاعلون مثلا في الحياة السياسية، يعني نعم هم يشتغلون في بنية في بنية السلطة، في بنية الدولة، ولكن هم قد يؤثرون، قد يتأثر النسق. وهذا الشيء كله ارتبط بظهور واحد السوسيولوجيا مهمة، راه قلت لكم بير انصار رجعوا ليه
يعني علم الاجتماع الدينامي السوسيولوجيا الديناميه ظهرت في الستينات والسبعينات واللي بينات بانه راه كل الانساق تتحرك وكل البنيات بمعنى ليست هناك بنيات جامده تؤثر في سلوك الفرد وتؤثر في سلوك الفاعل لا حتى هذه البنيات تتاثر بعلاقات التفاعليه ما بين الفاعلين اذا ولكن هذه المناهج راه كاينه حتى في الناس ديال علم الاجتماع كيشتغلوا بها وغيرها بمعنى هناك اليوم هناك تقاطع لان كيف ما في الطب نختم بهذه كيف ما في الطب ظهر اليوم بان مهم التخصص في الطب ولكن راه ما كافيش باش نفهموا تعقيدات المرض ديال المريض كذلك اليوم مهم التخصص في العلوم الاجتماعيه واختيارات منهجيه ولكن لابد من ان نتقن شيء من الانفتاح على الحقول المعرفه الاخرى وعلى باقي العلوم الاجتماعيه والاستفاده من مناهجها لانه ما يمكنش نفهموا اليوم الظاهره السياسيه ولا الظاهره الاجتماعيه ولا الظاهره البيروقراطيه ولا حتى ما يجري في المجال ما يجري في المجال الترابي الديناميه الترابي والديناميه المجال لا يمكن ان نفهم كل ما يجري من خلال زاويه صغيره ديال التخصص نعم التخصص مهم غادي ننطلق من الجغرافيا ننطلق من التاريخ غادي ننطلق من علم السياسه غادي ننطلق من علم الاجتماع من علم النفس علم الاجتماع ولكن راه كيخصني واحد النوافذ صغيره نفتح عليها حنا اليوم في تحليل السياسات العموميه وتقييمها استنادا الى المناهج المتعدده بما فيها المنهج الادراكي والسوسيولوجي العمومي لابد لنا من الجغرافيا باش ندرسوا السياسات العموميه ونديروا لها التقييم لابد من البعد الترابي والبعد الترابي سبقنا له الجغرافيون وإن كان هما استفدوا من العلوم السياسية لأن مفهوم التراب سبق في القانون العام قبل ما يمشي للجغرافيا إذا لاحظوا التفاعل الموجود بين الحقول المعرفية إذا غادي نتقن داك المجال التخصص ديالي ولكن غادي نفتح شوية على المناهج الأخرى أتمنى أنني نكون مفيد ولو بالشيء القليل هذو راه غير تنويرات وتوجيهات ما كافياش لا تكفي خاص المصاحبه وانا راه الاشاره انت نقول اي باحث واخا راه الاشاره راه يقدر من بعد شي طالب يصيفط لي ميساج ولا كذا ويشوف لي ما جاوبتوش اسبوع ويطلع له الدم ويقول هذا السيد غير تيقولوا كذا وهو ما جاوبناش ولكن كاين ضغط الزمان ولكن غتجي الوقيته اللي غنتكلم مع اي واحد فيكم ممكن انني نتكلم معاه في الموضوع ديالو بوحدو حيت ملي غادي نعرف الموضوع غادي نعرف نتكلم معاه لغه اخرى هذا مجرد يعني توجيهات ارشاديه قد تكون مفيده الى حد ما سي ابراهيم شكرا جزيلا الاستاذ عبد القادر الخضري على ما قدمته من معلومات فقد اسهمت في مداخلتك واعطيت الكم الهائل من المعطيات والمعلومات سواء فيما يتعلق بالتوجيه وكذلك في التقدير هذا بشهادة الجميع سواء في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وكذلك في يعني الدردشة هنا داخل المنصة وكذلك داخل المجموعات التي أنشأناها في الواتساب نشكرك جزيلا على ما قدمته لنا وعلى وقتك الثمين الذي قدمته في سبيلك فقط السي إبراهيم كذلك كل السي إبراهيم قبل ما تكمل السي إبراهيم غير نتمنى أنا من بعد نتواصل أنا وياك باش نخلقوا واحد التفاعل بين المنصات ما بين دوك المواقع ديال المراكز ديالنا باش يولي داك الامور دوك المحاضرات اللي عندنا يطلعوا عندكم ولا عندكم يطلعوا عندنا ويبقى واحد التفاعل باش يستافدوا الطلبه اكثر يعني من بعد نشوفوا هذه الصيغه باش المحاضرات ان شاء الله باش كلشي يستافد اكيد شكرا اكيد ان شاء الله استاذ شكرا بارك الله فيك كذلك نشكر كل من تابع معنا هذه الدوره التكوينيه منذ بدايتها الى هذا الوقت كما نشكر جنود الخفاء الصاهرين على إنجاح هذه المحاضرة الأستاذ محمد شوف أحمد الخطابي كذلك الأستاذ عمر عصوم على مجهوداتهم وعلى أمل اللقاء بكم يوم غد إن شاء الله عبر نفس الرابط
وكذلك في نفس التوقيت يعني مع 6 ان شاء الله غادي تبدا المحاضره، وغادي يكون الالتحاق ديال الاخوان المشاركين مع الخمسه ونص الى غير ذلك. اذا فشكرا جميعا لكم والى غد ان شاء الله. تحياتي. نعم، مع السلامه. مع السلامه.